بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفتتح الجلسة وتتلى أسماء السادة الأعضاء ثم أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم. أحمد خالد الجسار حاضر، أحمد سليمان القضيبي حاضر، الدكتور أحمد مطيع العازمي غير موجود، أنس خالد الصالح غير موجود، دكتور بدر حمد العيسى حاضر، جابر مبارك الصباح حاضر، جمال حسين العمر حاضر، حمدان سالم العازمي حاضر، حمود محمد الحمدان غير موجود، خالد الجراح الصباح غير موجود، خلف دميثير العنزي حاضر، خليل إبراهيم الصالح حاضر، دكتور خليل عبد الله علي غير موجود، راكان يوسف النصف غير موجود، سعد علي الرشيدي حاضر، سعدون حماد العتيبي غير موجود، سعود نشمي الحريجي غير موجود، سلطان جدعان الشمري حاضر، سلمان صباح الصباح حاضر، سيف مطلق العازمي غير موجود، صالح أحمد عاشور حاضر، صباح خالد الصباح حاضر، طلال سعد الجلال، سيف مطلق العازمي حاضر، طلال سعد الجلال غير موجود، عادل مساعد الجار الله حاضر، الدكتور عبد الرحمن صالح الجيران غير موجود، الدكتور عبد الله محمد الطريجي حاضر، عبد الله مرزوق العدواني، عبد الله يوسف المعيوف حاضر، عدنان سيد عبد الصمد غير موجود، عسكر عويد العنزي حاضر، الدكتور علي سعد العبيدي حاضر، الدكتور علي صالح العمير حاضر، علي عبد الله الخميس غير موجود، الدكتور عودة الرويعي غير موجود، فارس سعد العتيبي غير موجود، فيصل سعود دويسان غير موجود، فيصل فهد الشايع غير موجود، فيصل محمد الكندري غير موجود، كامل محمود العوضي غير موجود، ماجد موسى المطيري غير موجود، ماضي محمد الهاجري غير موجود، مبارك سالم الحريص غير موجود، محمد خالد الصباح حاضر، محمد عبد الله الصباح غير موجود، محمد مرول هدية غير موجود، محمد ناصر البراك غير موجود، محمد ناصر الجبري حاضر، دكتور محمد هادي الحويلة غير موجود، هند صبيح الصبيح حاضرة، ياسر حسن أبل حاضر، يعقوب عبد المحسن الصانع حاضر، دكتور يوسف سيد الزلزلة حاضر، دكتور يوسف محمد العلي حاضر، مبارك بنية الخرينج حاضر، مرزوق علي الغانم حاضر. أسماء السادة الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسة يوم الثلاثاء الموافق 21/6/2016: روضان عبد العزيز الروضان، أحمد حاج جلاري، عيسى أحمد الكندري وزير المواصلات ووزير الدولة شؤون البلدية، دكتور منصور فالح الظفيري، حمد سيف الهرشاني، محمد طنة، عبد الله إبراهيم التميمي، دكتور عبد الرحمن صالح الجيران. جلسة اليوم امتدادا لجلسة الأمس، قبل قراءة الفقرة الثانية كابتن خليل الصالح محمد طالب الكلمة. كابتن خليل، كابتن خليل، كابتن طالب الكلمة. أنت كنت أولاً الحمد لله على السلامة،
مشافى معافى إن شاء الله. افتقدناك هني في المجلس، فنقول لك الحمد لله على السلامة ونبارك لك استئناف نشاطك إن شاء الله البرلماني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. الشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمة على اتصال المباشر ومتابعته لحالتي وكذلك إحساسي بأني جزء من هذا منا هو، وهذا في الواقع أثر فيني كثير جدا في أن أرى زملائي وأخواني وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة في هذه الحالة. والشكر أيضا لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي كان يعني يكفي اتصاله ويكفي أنه في الواقع يسأل عني أكثر مرة بطريق مباشر وغير مباشر، والحمد لله رب العالمين. الشكر موصول للوزراء جميعا والأخوة أعضاء مجلس الأمة جميعا والأحبة اللي قدروا يوصلوني، وأعطي العذر للأخوان اللي ما استطاعوا لسبب ولآخر، ولكن إني كنت برا وأحس أن هذا المجلس صار جزء رئيسي من كياني، وأحاول أني أعرف شو قاعد يصير، ولكن والله الحمد والمنة أن الآن بينكم وإن شاء الله نشارك معكم. وهذا المجلس سجل للتاريخ مجلس أنجز بالتشريعات اللي ما أنجز مجلس سابق قبله، وهذا بفضلكم. أنا أقول الحمد لله رب العالمين على كل حال، وشكراً يا ربي على هذه النعمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبس الجميع ثوب الصحة والعافية، وشكراً سيد الرئيس. شكراً أبو أحمد، وحمد الله على السلامة مرة ثانية. البند التالي 25، التقرير 27 لجنة ميزانيات والحساب الختامي بشأن 1 مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2014-2015. 2، تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015. 3، تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات الملحقة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016. 4، مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016-2017. 26، التقرير 37 للجنة ميزانيات والحساب الختامي بشأن 1 مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2014-2015. 2، تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية القطاع النفطي 2014-2015. 3، تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2015-2016. 4، مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016-2017. 27، التقرير 32 للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2016-2017. 28، التقرير 35 للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016-2017. يتفضل مقرر لجنة المنصة. في عندنا صوت.
هل يوافق المجلس على مناقشة التقارير 27 و32 و35 و37 لجنة الميزانيات والحساب الختامي مجتمعة موافقة؟ هل يوافق المجلس على تثبيت التقارير في المضبطة دون تلاوتها اكتفاء بالتوزيع موافقة؟ يوافق المجلس على أن تكون مدة الحديث 5 دقائق وتمدد مدة 2 دقيقة موافقة؟ لدي مسجلون والكلمة الآن للأخ فاضل دكتور يوسف زلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً للأخ الرئيس، وحقيقة اليوم نتشرف بوجود الأخ الكريم العزيز الكابتن خليل الصالح. حقيقة افتقدناه في الجلسات الماضية، ونحمد الله عز وجل على سلامته، ونسأل الله عز وجل السلام والصحة للجميع إن شاء الله. الأخ الرئيس، فيما يخص مؤسسة البترول الوطنية، أنا قاعد أطلع على التقرير اللي سووه الإخوان في لجنة الميزانيات، وحقيقة هالني ما هو موجود في تقريرهم فيما يخص مؤسسة البترول وأيضا الهيئة العامة للاستثمار. ونحن نعرف بأن هاتين الجهتين هما الجهتان اللتان تعتمد عليهم الكويت في أغلب ميزانيتها، وبالتالي أي خلل في هاتين الجهتين معناته هذا الخلل يجب أن لا يغتفر ولا يسمح له للتكرار. المشكلة الأخ الرئيس أنه عندما تسجل ملاحظات على أحد مؤسسات الدولة ثم تأتي هذه الملاحظات وتتكرر دون أن يكون هناك إجراء من قبل هذه الجهة للحل. الملاحظة التي بالفعل لفتت نظري فيما يخص مؤسسة البترول هو ما قالوا الإخوان في تقريرهم: على الرغم من قيام مؤسسة البترول الكويتية بتسوية 71% من ملاحظاتها. زين، 71% نسبة كبيرة الأخ الرئيس، يعني لدينا 29% تحتاج إلى وقت قد يكون حتى المؤسسة تقوم بتسويتها. لكن وين المشكلة؟ المشكلة عندما تقول اللجنة إلا أن عدد الملاحظات المسجلة على المؤسسة وشركاتها التابعة ارتفع من 251 ملاحظة إلى 320 ملاحظة. أيعقل الأخ الرئيس؟ من المفترض أن نتعلم من الأخطاء السابقة لنا بدل أن نتعلم حتى نقلل من هذه الملاحظات. ترتفع الملاحظات من 250 إلى 320، يعني بزيادة لا تقل عن 70 ملاحظة زائدة. أنا أعتقد الأخ الرئيس حقيقة ما يحتاج الأخ وزير النفط بالوكالة الأخ أنس الصالح، وأنا أكرر أثق بأدائه وب أيضا إخلاصه بعمله، أن يرى آلية واضحة حتى لا تتكرر مثل هذه الملاحظات التي أوجدت المؤسسة وسجلتها عليها الإخوان، سجلوها في لجنة الميزانيات. أيضا الأخ الرئيس، أنا إلى الآن لم أفهم ماذا يقصد الإخوان في لجنة الميزانيات عندما وضعوا هذه الملاحظة، ولا بد من إعادة النظر بقانون جهاز المراقبين الماليين ليشمل الشركات النفطية ضمن رقابته المسبقة. وقالين ليش بعد؟ لتدارك الأخطاء قبل وقوعها، خاصة وأن الهدف من الرقابة هو تقويم الأداء وليس عرقلته. ولذلك الأخ الرئيس، إذا بالفعل هذا هو توجه الإخوان في لجنة الميزانيات، أتمنى من أعضاء اللجنة اللي أهما سجلوا هذه الملاحظة أن يقدموا تعديل على قانون المراقبين الماليين حتى بالفعل نستطيع أن نوافق عليه في المجلس، وتكون الرقابة المسبقة أيضا للإخوان في المراقبين الماليين. يبقى الأخ الرئيس الإجراءات التي تعملها الشركات النفطية التابعة للمؤسسة واللي فيها أيضا خلل تحتاج إلى إعادة نظر. الإخوان في لجنة الميزانيات سجلوا 4 أمثلة على التجاوزات التي تحصل في الشركات التابعة للمؤسسة. أولاً شركة نفط الكويت، وأرجو أن تلاحظ معي الأخ الرئيس هذه الملاحظة. سبق أن بيّنت اللجنة أن كثيراً من العقود النفطية لا تحقق الكميات المستهدفة منها من إنتاج النفط والغاز. ليش؟ لانخفاض القدرات الفنية لكثير من المقاولين. تدري شو يصير بعدين لما يستلمونها الكويتيين الأخ الرئيس من المقاولين الموظفين الكويتيين؟
وما أن تشتري شركة نفط الكويت تلك الوحدات الإنتاجية من المقاولين وتديرها بنفسها، فإنه يتم تحقيق الكميات المستهدفة للإنتاج وأحياناً تتخطاها. هذا يعني أن المقاول أصلاً لا يفقه ماذا يفعل، الجانب الفني عنده مفقود، فكيف يوافق عليه أن يأتي وينجز مثل هذه المشاريع وهو غير قادر فنياً؟ تفضل دقيقتين. شكراً أخ رئيس. ولذلك الأخ رئيس ترى بأنه عندما تنتقل الملكية إلى الشركة نفسها يديرها الكويتيين تشوف الإنتاج يصير. فأتمنى من الإخوان في المؤسسة وفي شركة نفط الكويت بالفعل أن تأخذ الإجراءات الصحيحة لإرساء المناقصات على المقاولين. أيضاً الأخ الرئيس، ولو أن الوقت لا يسعفنا، ما ورد في ملاحظة الإخوان في اللجنة عن شركة صناعة الكيماويات البترولية، اللي صار أن في بعض الأحيان الإجراءات التي تكون بعد الاتفاق على العقد تزيد أضعاف مضاعفة. تقول الملاحظة: جملة المبالغ المصروفة على إحدى العقود المتعلقة بأعمال الشحن والتخليص الجمركي قد وصلت إلى ما يقارب 1,800,000 دينار. تدري كثر قيمة العقد الأصلي أخي الرئيس؟ في حين أن قيمة العقد الأصلي تقدر نحو 100,000، من 100,000 وصلنا 1,800,000، يعني أكو شيء يحتاج إلى إعادة نظر. الأخ الرئيس، فيما يخص الهيئة العامة للاستثمار أيضا، أنا أتعجب من المبلغ اللي حطوه الإخوان في لجنة الميزانيات، خسائر غير محققة في 4 صناديق بقيمة 380,000,000 دينار، شيء دولار عفوا، شيء معادي. وأيضا تتكلم عن 4.5 مليار دولار أمريكي ومليار جنيه استرليني لم تعرض على اللجنة التنفيذية بالمخالفة للائحة الداخلية للهيئة. أنا أبي أعرف شنو الإجراء الذي تم مع الهيئة، وأحد أعضاء لجنة الميزانيات هو رئيس لجنة حماية المال العام، ما الذي حصل في التحقيق في مثل هذه الأمور؟ أتمنى من اللجنة أن تستمر في التحقيق. شكراً أخي. شكراً دكتور يوسف زلزلة. الأخ عادل خرافي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. حقيقة اليوم عندنا 4 ميزانيات وهي ميزانيات ثقيلة. أبتدي في مؤسسة البترول الكويتية. يلفت النظر كثر الملاحظات من ديوان المحاسبة، فأنا أعتقد أن احنا نحتاج إلى رؤية جادة بتقريب وجهات النظر ما بين المؤسسة وديوان المحاسبة، لأن بالآخر النائب مسؤول عن هذه الملاحظات وديوان المحاسبة هو جزء من أجهزته لأن يستمر في متابعة المؤسسة. وأتمنى أن ما حصل في الإضراب ونتائج الإضراب تكون عبرة لكثير من القياديين أن لا يتكرر ويضر في مصالح الكويت العليا، بغض النظر من معه حق من ما معه حق، ولكن بالآخر هي قضية تحتاج إلى العناية. كما أن الاستثمارات أنا أعتقد المرادفة للإنتاج النفطي يجب أن تكون أقوى وأسرع رتماً، وخاصة أن الصلاحيات كثيرة ممنوحة للقطاع النفطي. أما بخاص بتسعير النفط، لازلت أقول لا تحتاج المؤسسات النفطية والإنتاجية إلى سعر كهرباء مدعوم. الكهرباء المدعومة خاصة إلى المواطنين وليس للقطاع النفطي، وأتمنى أن يحاسبون على الكهرباء بالذات أو أي جهة أخرى من دون أي دعم، وتكون الجدوى الاقتصادية حقيقية في النفط. الموضوع الثاني هو موضوع الهيئة العامة للشباب. هذه هيئة جديدة أنا أعتقد تحتاج إلى الدعم، ويمكن أختلف مع زملائي في طرحهم المالي. أنا أقول تحتاج إلى أكثر، وقد أبدو ملاحظة بأن هناك دبليكيت ما بين الهيئة الشباب والرياضة وبين الشباب. أقول هذا شيء وارد في السنة الأولى،
ومن الطبيعي أن يحصل، ولكن أتمنى من هيئة الشباب أن تهتم في مراكز الشباب في المناطق، لأن أساس الرياضة في الكويت هي المناطق والمدارس، والآن أصبحت المراكز، فالمراكز مهملة، وأتمنى أن اللي وافقنا لهم بالتعزيزية أن يستمروا في النشاط نفسه. أما بالنسبة لهيئة العامة للغذاء والتغذية، صراحة ميزانيتها أقل من ما هي تحتاج، وأتمنى أن تأخذ اختصاصاتها بالسريع من البلدية، وأن يكون هناك جدية بغذاء المواطنين وسلامتهم. ولكن لازلت صار لنا سنتين من طلعنا هذا القانون، الهيئة لا تستطيع أن تعمل بسبب معوقات حكومية لم ترتقي بمستوى أداء هذه الهيئة. أما الهيئة العامة للاستثمار، فقرأت بعض الأوراق ووجدت فيها ما يريحني، حيث أن هناك تشكيل لجان تحقيق وطلعت بتوصيات جميلة جداً، سألقي واحدة منها اللي هي يمكن أن أكون أعرف في هذا المجال، وهي بيع عقارات في إنجلترا ب745 جنيه، وكان الدخل السنوي مالهم 12 مليون، واشتروا 3 عقارات عليهم القيمة، وأصبح إيرادها 40 مليون، يعني 4 أضعاف. وأعتقد أن هذا التغيير جيدة، ومفروض أن احنا نقول لهم شكراً، ولكنهم أحيلوا للنيابة. ماشي، إذا كان هناك شبهة فمن حق المراقبين أن يحيلوا ما يرون، ووزيرهم هو مسؤول عن هذا التصرف، ولكن حقيقة بمعرفتي بهذا النشاط، هذا النشاط يجب أن يشكرون عليه. وأيضاً لدي أوراق كثيرة بنفس المضمون، على سبيل المثال هناك لجان من أخوان أفاضل قدموا بعد التحقيق الشكر للهيئة على أدائها في بعض الأمور، وهناك بعض الأسقاطات والسلبيات، ولكنها ليس بالمستوى التي نتوجه إلى رفض الميزانية، ورغم أن تقديري للتصويت وهذا حق وأنا ألتزم فيه، إنما أعتقد الأداء يجب أن يكون أفضل أيضاً في الهيئة، وأتمنى أن يكون أفضل، والنسب أتمنى أنها تصل إلى أعلى، وخاصة بعد أزمة النفط، راجياً للبلد أن تكون في مستوى اقتصادي حسب ما نسمع اليومين جيد، والثناء يأتي من دول العالم، ولكم الشكر. مشكوري. شكراً الأخ عادل. الأخ جمال العمر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكراً للأخ الرئيس، وشكر موصول للإخوان في لجنة الميزانيات على هذه التقارير. الأخ الرئيس، اليوم أهمية مناقشة هذه الميزانيات، وهي تعتبر ميزانية مؤسسة البترول، وهو الإيراد الأول للدولة من خلال أعمالها، سواء بعملية الحفر أو الإنتاج أو التكرير أو الصناعات البتروكيماوية. لذلك من أهمية هذه الميزانية، يعني يجب علينا أن نتوقف كثيراً، وأتمنى أن تعطى الوقت الكافي، ما هي 5 دقائق، خاصة نحن في ظروف يعني اقتصادية وسياسية قاعد تنعكس بشكل جداً حساس على إيرادات الدولة، وكذلك قدرتها التنافسية في السوق، سواء على مستوى إقليمي أو حتى على مستوى دولي. الأخ الرئيس، هناك ملاحظات يعني أتمنى من الحكومة أن تستمع بشكل جيد، وأنا سعيد بوجود الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وكذلك وزير النفط والوكالة. أنا أعتقد أول مشكلة نعاني منها الآن هو عملية التدريب والتأهيل. يجب عدم توقف الميزانية عن تدريب وتأهيل، وخاصة إحنا حالياً مقبلين على مرحلة من المشاريع تتعدى 120 إلى 130 مليار دولار خلال 5 سنوات قادمة. يعني أنا ماني عارف شنو الفلسفة من تخفيض كلفة التدريب والتأهيل لأولادنا. هذا جانب. الجانب الآخر، يجب أن يعني تقعدون ويا عمالتكم اللي عملوا الإضراب، ما يصير تجاهل هذا الأمر وتكراره. يعني المضربين لهم حقوق، قعدوا معاهم يا أخي، قعدوا معاهم ووصلوا إلى اتفاق، لأنه قاعد ينعكس بشكل سلبي على الجو العمل وإنتاجية العمل من خلال هذا القطاع المهم. يجب على الحكومة عدم تناسي حقوق هؤلاء، وأتمنى أن أمورهم تنحل بأسرع وقت ممكن، لأنه راح يأثر على الإنتاجية وكذلك على مستوى
إيراد الدولة. الملاحظة الثالثة الأخ الرئيس، أنا أعتقد أن القطاع النفطي يجب أن يعمل يعني دور أكبر، يلعب دور محوري في الدولة. يعني لا يعقل إحنا اليوم نتكلم، يعني حتى لو رقبة من صاحب السمو أن الكويت مركز مالي، إحنا ما عندنا صراحة القدرة أن ننافس مراكز مالية عالمية، لكن عندنا القدرة إحنا نمتلك أكثر من 10% من المخزون العالمي، أن نكون مركز لوجستي قطاع نفطي حق كل الدول اللي حوالينا مصدرة ومنتجة. يعني المفروض إحنا اليوم نكون عندنا مراكز تدريب تأهيل حق هذه الدول وتخدم. روتردام ما تصدر نفط، ما عندها إنتاج نفطي، لكن هي مركز تخزين ونقل ومركز لوجستي حق صناعة النفطية في أوروبا. أنت في الكويت قاعد وعندك مشاريع جداً طموحة وقاعد تمشي، لكن شنو دور القطاع في إدارة صراحة الدولة؟ عمالة وطنية المفروض إحنا نستوعبها كلها. ما زالت هناك عمالة وافدة في مناصب من الممكن إشغالها بكويتيين، وقاعد أنت تلتف على القانون من خلال الشركات المقاول الباطن. يجب أنك تستوعب هؤلاء يعني كفاءات ومهندسين. ليش قاعد تدفع لي 3-4 آلاف حق سكرتير تنفيذي ولا حق واحد يعني مع احترام وتقدير من الممكن إبداله من مواطن كويتي؟ الكويتي اليوم منيته وحلمه أنه يشتغل بالقطاع النفطي، وهناك 20,000 كويتي قاعد يعمل بشركات مقاولات هي تعمل بشكل غير مباشر للقطاع النفطي. يجب إحلال العمالة الوطنية مكان هذه العمالة الوافدة متى ما توفرت فيهم صراحة الكفاءة والتخصص المطلوب. كذلك الأخ الرئيس، أنا أعتقد إحنا بحاجة إلى يعني فلسفة جديدة، خاصة في ظروف المتغيرات اللي في المنطقة. اليوم السعودية متجهة إلى قطاع الخصصة، تتكلم عن خصصة أرامكو، نتكلم عن منافسة الأسعار، وإن هذه الحرب الأسعار راح تستمر. لذلك إحنا نبي يكون لنا صراحة استراتيجية واضحة بالمستقبل، نبي نشوف إيش راح يصير في المستقبل، لأن هذا مستقبلنا ومستقبل بلدنا. الجانب الآخر هاي عامل استثمار، وهي إرادة الثاني للدولة، وكلهم تحت الأخ الوزير. أنا أعتقد هي عامل استثمار، إحنا قلناها في دور انعقاد اللي طاف. يا أخي إحنا بحاجة إلى مكتب استشاري. إحنا صراحة كلفنا الإخوان ديوان المحاسبة ما يبون يكلفون، إحنا ما نبي شيء. جزاه الله خير وزير المالية السابق الشيخ سالم عبد العزيز، كلف مكاتب استشارية بتقييم أداء الهيئة العامة للاستثمار، سواء على مستوى استثماري وجغرافية هذا الاستثمار، وكذلك على مستوى أداء الإداري وكذلك. تفضل دقيقتين. أنا ما أعتقد يعني هذا يعني هذه القطاعات وتحت وزير واحد غايب عنه. يعني المشكلة أن كل إيرادات الكويت بيد الأخ الوزير. إحنا بحاجة إلى فعلاً إجراءات. يعني إحنا نعلم أن مناصبك الله يعينك عليها، وما أدري شو متاخذ الوقت الكافي، بس لازم الاستعانة. إحنا قاعد نشوف صراحةً قرارات من الهيئة العامة للاستثمار ما أدري شلون تتخذ. لذلك إحنا ما راح نقعد نقيم قرارهم، لأنه مو من الحصافة ولا من صراحة يعني المهنية أنك تقيم أداء من غير أنك تأخذ كل المتغيرات اللي حواليها. لذلك إحنا قاعد نقول لك يا أخي استعين بمكاتب استشارات دولية، ختقيم أداء الهيئة، خيكون عندك ريفرنس إنه والله أنا لما أتكلم باكر في ميزانية العامة للدولة وأشوفها وأتكلم جمال ولا الأخ طريج رئيس لجنة حماية المال العام، ولا أحد يقول لي لا يبا تعال، هذه المكاتب العالمية اللي قيمت الأداء الاستثماري للهيئة وكذلك جغرافية الاستثمارات، ومن ثم حتى القرار الإداري والقرارات التي سوف تتخذها وكذلك الكفاءات اللي موجودة في الهيئة. أما يترك الأمر صراحة لشخص واحد ممثل برئيس الهيئة بقرارات والتعيينات ويقول لك أنا والله عندي إجراءات وعندي آلية اتخاذ القرار، وإحنا نعلم ضمنيا هذا الكلام غير صحيح. اللي قاعد يعينون احنا نعرف شلون قاعد يعينون مجالس الادارات، وقاعد نعرف شلون قاعد تتسرب حتى تصويتهم بملكيتهم للدوله لصالح مجالس ادارات خاصه فيها. لذلك الهروب عن بشكل غير مباشر عن رقابه قانون حمايه المال العام من خلال هذا الباب بالملكيات الغير مباشره والمباشره للدوله راح تضر في المال العام. لذلك احنا نحذر، وكذلك يعني نتمنى من الأخ الوزير أن يتخذ إجراءات فعلية بدل لا يكون هذا الكلام تحصيل حاصل ويذهب.
شكرا اخ جمال. الاخ صالح شور تفضل. شكرا اخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بيت الطيبين الطاهرين. اخ الرئيس، الملاحظة الاولى وانا اعتقد مهمة، ان معظم الملاحظات الموجودة في التقارير هي ملاحظات متكررة، بمعنى أن هذه الملاحظات سنوياً ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات تسجلها على الجهات الحكومية ونقرأها، وبالتالي هذا مؤشر خطير وواضح عدم اهتمام الحكومة والجهات التابعة لها لهذه الملاحظات، وإلا كيف يتم تكرار هذه الملاحظات سنوياً ولم تتخذ يعني إجراءات جذرية في حل هذه المشاكل؟ فبالتالي تساهل وعدم اهتمام الحكومة في هذه الملاحظات هذا في حد ذاته يحمل الحكومة مسؤولية الفساد المستشري في البلد والانهيار الإداري. الشيء الآخر، معظم الملاحظات عن التعيينات الغير كويتيين في كثير من الجهات الحكومية، وخصوصاً من البعض اللي ما عندهم حتى كفاءة. بعض الشهادات تقديرهم مقبول، بعضهم جيد، بعضهم من جامعات عادية، بعضهم خبرات ما عندهم. ما أدري شنو اللي يميزهم عن الكويتيين في وعدم تعيينهم في هذه الجهات، إلا إذا هذين كانوا يخفون على الجهات هذه سلبياتهم والأمور الخاصة فيهم. فبالتالي أنا أعتقد هناك مسؤولية على المجلس أن يقف أمام هذه الميزانيات ولا يعتمدها إلا أن نرى يعني تصحيح للمسار بصورة جدية وحقيقية. أما ما يحصل الآن أنا أعتقد هي كلها تنفيع والصرف، وكلها مخالفة للتوجه الحكومي في إصلاح المسار الاقتصادي. المسار الاقتصادي في واد، والجهات الحكومية والتعيينات والمكافآت والأمور الأخرى في واد آخر. فبالتالي أنا شخصياً لا أثق في الحكومة ولا في إجراءاتها ولا في شيء قاعد يسوي صح لمصلحة إصلاح المسار الاقتصادي. الواقع يقول إن إحنا البترول 100 دولار والبترول 40 دولار، نفس الإجراءات ونفس المصروفات ونفس الطريقة في الموضوع. الموضوع الآخر، الملاحظات على مؤسسة البترول، الملاحظة الأولى تبعية إدارة التدقيق، أخر الوزير خلك معاي في هالملاحظة، إلى الرئيس التنفيذي. التدقيق الداخلي كانت تابعة لمجلس الإدارة، يفترض تستمر لمجلس الإدارة وتنتقل إلى الوزير المختص، لأنه قرار صدر من مجلس الوزراء أن التدقيق الداخلي يجب أن يكون للإشراف المباشر للوزير. إحنا بالعكس حتى قاعد نخالف قرارات مجلس الوزراء، بدل ما ينتقل إلى الوزير ينتقل من إلى الرئيس التنفيذي. فهذه مخالفة واضحة معالي الوزير وياي. فبالتالي أنا أعتقد يجب تصحيح هذه المخالفة حتى لقرارات مجلس الوزراء والحكومة في هذا الجانب. الملاحظة الثانية، أن ارتفعت الملاحظات من 251 إلى 320 ملاحظة على المؤسسات والشركات التابعة. فبالتالي هذا مؤشر أن ما في يعني متابعة للملاحظات الموردة في هذا الجانب. ملاحظة أخرى اللي وردت في أحد الشركات، أن المبالغ المصروفة على أحد العقود أكثر من قيمة العقد الأصلي وأكثر من الأوامر التغييرية. هذا بحد ذاته أنا أعتقد يحتاج لوقفة حقيقية لهذا الجانب. الشيء الآخر، في شركة نفط الكويت، أن الشركة لم تلتزم بالجدول الموجود بالنسبة للإنجاز، وأدى ذلك إلى تعويض المقاول 3.5 ملايين،
واستنفاذ المبلغ الاحتياطي بأربع ملايين وطلب مبلغ إضافي ثلاث ملايين. التفاصيل أنا ما أدري شنو هذا، مو موجود في التقرير، ولكن كل هذا ما في محاسبة. تفضل دقيقتين. كل هذه الملاحظة، هل في لجنة تحقيق؟ هل في إجراءات قانونية؟ مو واضح أن تم أي شيء في هذا الجانب. النقطة المهمة في هذا الجانب كذلك، احنا سمعنا عن الإضراب وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الأزمة وأسباب الإضراب، ولكن انتهت في النهاية الإضراب أن حتى المزايا اللي كان يفترض نلغيها عن العمال ردت إليهم، والأمور ردت إلى نصابها الصحيح. طيب، منو كان متسبب في هذا الإضراب؟ منو اللي كان سبب رئيسي لهذا الإضراب؟ هل سكوتنا يعني راح يتكرر إضراب إذا ما حاسبنا المتسبب في هذا الجانب؟ أنا أشوف أن تم تغيير الوزير، تم تغيير مجالس الإدارات، بعض القياديين في مؤسسة البترول اللي هم سبب رئيسي في هذا الإضراب لم يتم محاسبتهم ولم يتم تغييرهم. فهذا أنا أعتقد يجب أن نقف عند هذه النقطة. وأخي الرئيس، أنا والأمانة العامة 18 نائب قدمنا طلب بتشكيل لجنة تحقيق بالإضراب وأسباب الإضراب ونتائج الإضراب وشنه الإجراءات اللي أخذنا فيها الحكومة. فأرجو أن تعرض طلب لجنة التحقيق لتشكيل لجنة التحقيق خلال عطلة الصيف، نحقق في هذه القضية، لأن هذه القضية لو نسكت عنها وتتكرر أنا أعتقد كارثة على الاقتصاد، مو فقط الوطني، حتى على الاقتصاد العالمي، لأنه راح يأثر على الأسعار وعلى الإنتاج وعلى أمور. شكرا أخ صالح، شكرا أخ صالح. ما أسمع. مدرج على جدول الأعمال أخ صالح، مدرج على جدول الأعمال. نعم، تفضل أخ فيصل دويسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد. الأخ الرئيس، أبرز ما لفت نظري في ميزانيات هذه الجلسة ذلك الذي ورد في ميزانية هيئة الشباب، ووجدنا الملاحظة الأبرز أنه ثمة شيوع بالمسؤولية وتداخل ما بين هيئة الشباب ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمر الذي يؤدي إلى صرف مبالغ من المال العام للأسف وتبذيرها، في حين أن النهج الحكومي يدعونا إلى عكس ذلك. فعلى الحكومة التي دائماً تسدي لنا النصح ما بين الفينة والأخرى أن تسدي النصح لنفسها وأن تقوم بدمج بعض الإدارات الشبابية في وزارة الشؤون مع هيئة الشباب، بحيث واعتقد أن معالي الوزير الشباب يعاني من هذه المشكلة، واسألوه واستفهموه سوف تجدون إجابة وافية لما يعانيه في هذا الصدد. معروف أن القانون الجديد هو الأولى بالتطبيق من القانون القديم، ومعروف أن الهيئة الجديدة عندما تنشأ وتنشأ لها تخصص لها تخصصات معينة أو أعمال معينة هي الأولى أن تطبقها. فبالتالي إذا كانت وزارة الشؤون إلى الآن لا تستوعب أن هناك هيئة للشباب، فعليها من باب توفير النفقات ضم ونقل هذه الإدارات إلى هيئة الشباب حتى يأتي أكله عمل هيئة الشباب ويأتي بنتائج إيجابية. ما يصير وزارة الشؤون تشتغل في جانب بعيدة عن سلطة هيئة الشباب وكأننا في حكومتين مختلفتين. هذا من جانب، وهو أمر غاب عن كثير
للأسف من أعضاء مجلس الأمة لم ينبهوا له من قبل. ونشكر لجنة الميزانيات التي تذكرت هذا الأمر وذكرته فعلا ملاحظة مهمة. الحديث عن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، عدم تسوية 53 ملاحظة وهو ما يعادل 67% من الملاحظات التي وجهت إلى الهيئة. لا شك بأن الحكومة في أكثر من مرة تفتخر بديوان المحاسبة وتشير إلى ديوان المحاسبة، وإذا أرادت الحكومة بعضا من الجلسات مع ديوان المحاسبة، إذا كانت تعتقد الحكومة بأن ديوان المحاسبة لا يفهم طرائق عملها، لا يفهم بعض الخصوصية في عملها، فعليها أن تجتمع مع قيادة ديوان المحاسبة حتى تفهمه بعض الأمور، أو تجتمع مع قيادات ديوان المحاسبة في بعض الأمور، وهكذا نستطيع أن نصل إلى حل توافقي. إذا كانت تعتقد أن الحكومة أن بعض هذه الملاحظات غير مستحقة، هذه الملاحظات نعم كثرها ديوان المحاسبة وديوان المحاسبة مو فاهم عملنا، طيب يجتمعون مع ديوان المحاسبة ويحطونهم بالصورة. هذا من جانب. من جانب آخر، بالنسبة لميزانية مؤسسة البترول الكويتية، المؤسسة سوت 71% من المخالفات أو الملاحظات، لكن للأسف ارتفعت الملاحظات. ما يحدث أو ما حدث في شركة البترول الوطنية، أخ الرئيس صدقني مو قادر أتكلم، الزملاء لا يكفون عن الضوضاء، والمطرقة فيها الحل. يا أخوان لو سمحتم، زميلكم قاعد يتكلم مو قاعد أسمع شو يقول. منو هذا اللي أخ بمساعد؟ من اللي يمك هذا؟ لو سمحت جمال، لو سمحتم رجاء. أخ أحمد قضيبي لو سمحت، منو اللي يمك قاعد؟ دكتور رجاء لو سمحتم، يعني تفضل أخ فيصل. الله لا يوريك الشعور الأخ الرئيس، تيجي تتكلم وتشعر بأن الجميع يتجاهل كلامك. الأخ الرئيس، بالنسبة لشركة البترول الوطنية، أوقفوا مقاول في مصفات الأحمدي، جميل، وأسندوا إلى المقاول. أحتاج دقيقتين، تفضل دقيقتين. وأسندوا إلى مقاول آخر المهمة، عقد آخر. إيش سوى المقاول الجديد؟ راح ياب المقاول القديم وشغله في الباطن، وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا. أيضا إحنا عايشين على النفط، لما ينخفض النفط من 120 ألف برميل في إحدى المراكز إلى 68 ألف برميل بسبب انخفاض قدرة المقاول الفنية في شركة نفط الكويت، من يتحمل ذلك؟ يعني إذا كان في تبذير للأموال العامة والحكومة تعودت على ذلك، لكن كيف ترضون بانخفاض مستوى الإنتاج من نفط الكويت؟ هذا أمر ينبغي أن يتم الوقوف عنده ملياً والمساءلة. للأسف نتمنى أن يعني هذه الملاحظات يتم تلافيها في الميزانيات المقبلة إن شاء الله، إن الله جعلنا من الحيين إن شاء الله، ونتمنى الاستجابة، لأن استجابة الحكومة معناها أن التعاون أثمر مع الحكومة. شكراً الأخ الرئيس. شكراً أخ فيصل. الأخ الدكتور عبد الله طريجي تفضل. شكراً أخ الرئيس. الأخ الرئيس، طبعاً أنا عضو في لجنة الميزانيات، والملاحظات اللي مسجلة ضد الهيئة العامة للاستثمار كثيرة، والدليل على ذلك أن 67% من هذه الملاحظات فقط تتعلق بالجانب الاستثماري ولم يتم أيضاً معالجتها. أنا أحترم الأخ وزير المالية وأقدر وزير المالية، ولكن يجب أن يعرف أن وزير المالية أن أمام أيضاً متنفذين. وقبل فترة عندما طلعت قضية التأمينات واستمعنا في لجنة حماية الأموال العامة
إلى بعض شهود الإثبات وكيف تسرق الأموال، أموال المتقاعدين. لذلك اقتنعنا بأن هناك لصوص محترفين في بعض مرافق الدولة. وفي الهيئة العامة للاستثمار هذه التجاوزات واستمرار التلاعب يدل دلالة واضحة أن هناك أيضاً متنفذين ولا يستطيع أحد أن يوقفهم عند حدهم. وقبل فترة في لجنة حماية الأموال العامة، وأنا قلت حق الأخ الوزير أثناء التحقيق الأخوان أعضاء لجنة حماية الأموال العامة، أحد المسؤولين قال هذا الموضوع مو من اختصاصكم، اختصاص النيابة العامة، وراح وقدم بلاغ سوري عن طريق أحد المحامين يتهم فيه الأخ الوزير بأنه هو من سهل بالتلاعب وتحويل الشركة من اكتتاب عام إلى اكتتاب خاص. وهذا المحامي يعلم أن أنس الصالح لم يكن وزير في هذه الفترة. لذلك الأخ الوزير يجب أن تمنع هذه التصرفات ولا تقبل على اسمك واسم عائلتك الكريمة أن يستقل بعض المتنفذين ويقدمون بلاغ باسمك ويتهمونك وهم يعلمون أن الهدف من هذا البلاغ إلى محكمة الوزراء أن يطلع قرار حفظ، ومن ثم يبون لنا قرار حفظ في مجلس الأمة ويقول أن هذا القرار حفظ من قبل محكمة الوزراء، وهي سابقة خطيرة ومنهج إذا كانت الحكومة هي من أيضاً أوصت هذا المحامي هذا موضوع آخر. اليوم لما نيجي رئيس تنفيذي لشركة في البحرين ويقوم من خلال التوكيل الذي منح له والذي المفروض أن يحترم هذا التوكيل ويحترم هذه الثقة، يقوم بتحويل أسهم هذه الشركة باسمه، هذا شيء يدل عليه؟ يدل على أن الاستهتار وصل حده. الأخ الوزير، اللجنة التي قمت بتشكيلها في 21/5/2015 الآن مر سنة وشهر ولم تنتهي هذه اللجنة من أعمالها، وأنا متأكد أن اللي عطاك أسماء أعضاء اللجنة قشك، لأن رئيس لجنة التحقيق يشتغل يعمل موظف عند أخو رئيس الهيئة العامة للاستثمار، فهل من المعقول رئيس لجنة التحقيق بيكتب ضد أخوه؟ صحيح. فأتمنى منك الأخ الوزير أن تقوم بتعديل قرار تشكيل هذه اللجنة أيضاً حتى تبعد الشبهات. أنا بيجي الآن لموضوع المؤسسة، مؤسسة البترول. مؤسسة البترول صار لهم الآن والشركات تابعة 5 سنوات وهناك ملاحظات موجودة ولم يتم معالجتها، واستمرار هذه الملاحظات وهذه التجاوزات دلالة واضحة أن هناك من يسند هؤلاء المسؤولين وهؤلاء الموظفين. والدكتور علي العمير عندما كان وزيراً للنفط حاول أن يصلح الحال إذا كان هناك في حال، ولكن تفاجأنا مع احترامي وتقدير الدكتور علي العمير أن المسؤولين في المؤسسة قدروا بنفوذهم أن يبعدون الأخ الدكتور علي العمير من منصبه. علي العمير قبل لا يطلع شكل لجنة. تفضل دقيقتين. الأخ علي العمير شكل لجنة التحقيق، وكنت أتمنى من الأخ الوزير الأخ أنس الصالح أن تستمر هذه اللجنة بأعمالها، ولكن بضغوط ما تم تغيير اللجنة وتم تشكيل لجنة أخرى بمعرفة أعضاء المؤسسة. فلا يجوز أن يكون الحكم والخصم هو من يصدر توصياته. وما مر على المؤسسة خلال الأشهر الماضية من إضراب يجب أن نستوقف عنده.
ويجب أن نوصل رسالة للحكومة أن بعض المؤسسات وبعض المرافق ليست عزب، وإنما هي مرافق تخضع للدستور والقانون، ولا يجوز أن يأتي أي شخص ويقعد يتلاعب بأموال الشعب الكويتي. أنا بعطيك مخالفة واحدة حتى أبين لك وين الاستهتار وصل، وهذه مو مسجلينها إحنا في لجنة ميزانيات، هذا تقرير ديوان المحاسبة. يقول لك على سبيل المثال في إحدى مشاريع توصيل أنابيب النفط، حيث لم تلتزم الشركة بالجدول الزمني لهذا العقد، مما أدى إلى تعويض المقاول بثلاث ملايين وخمسمائة، ثلاث ملايين دينار وخمسمائة ألف، إضافة إلى استنفاد المبلغ الاحتياطي لهذا العقد والمقدر بأربع ملايين دينار، وتم طلب اعتماد مبلغ إضافي بقيمة ثلاث ملايين. اليوم لما الواحد يستهتر وتندفع هذه الغرامة بسبب تراخي وتساهل، وبسبب قد يكون هناك أيضا ترتيب مع المقاول، شو النتيجة؟ ماكو نتيجة، ماكو نتيجة، لأن قلت لك شكرا أخي الدكتور عبد الله. الأخ خليل صالح تفضل. عفوا أخ وزير الأشغال، وزير الدولة شو مسمى تفضل. شكرا للأخ الرئيس، وأشكر الأخ عبد الله النائب عبد الله الطريجي على ما تفضل به، لكن معلوم الأخ الرئيس بأننا نحن عندما كلفنا بحقيبة النفط كان تشريفا وثقة من صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وأيضا عندما صدر التكليف باستلام حقيبة وزارة الأشغال لم يكن بناء على رغبة مؤسسة ولا على بناء تنحية قياديين ولا غير ذلك، وإنما كان أيضا تكليفا وتشريفا من صاحب السمو حفظه الله ورعاه، ولذلك نحن نمارس مهامنا بناء على هذا التكليف ونخدم بلدنا حيث يعني يرى صاحب السمو إمكانية أن نخدم بلدنا من أي موقع كان. ولذلك نحن الحقيقة نتشرف بهذه الثقة، ولا زلنا بإذن الله تعالى يعني كحكومة متضامنين حول ما يراد إصلاحه. فأردت أن أبين هذه القضية وأن ليس هناك يعني تنحية بناء على رغبة قياديين أو غير ذلك. نعم الخلاف يحصل ووجهات النظر تحصل وتتضارب وتتباين، ورأي الصواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وهذه الاجتهادات مشروعة ومكفولة للجميع. إنما لا شك بأننا عندما نتسلم مسؤولية نعلم يقيناً بأن من يكلفنا في هذه المسؤولية ومن يوسدها لنا إنما هو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. شكراً لأخ الرئيس. شكرا دكتور علي عمير. اي وزير تفضل. معالي وزير الماليه وزير النفط بالانابه تفضل. شكرا الاخ الرئيس. الاخ الرئيس يعني انا بس حبيت اشير الى ما كذلك ما تفضل فيه اخوي النائب الفاضل الدكتور عبد الله طريجي، ب عندما كلف زميلي الفاضل الدكتور علي عمير في حقيبه وزاره الاشغال وكلفت انا بالوكاله في حقيبه وزاره النفط، أنا أود أن أشيد وأؤكد ب
قدرة ومتانة وحكمة زميلي الدكتور علي العمير، وأكد على أن هناك تنسيق تام ما بيننا، وأشيد بكل ما قام فيه في القطاع النفطي من وجهة نظره، ولا شك عندي بأن كل قرار أخذه يبتغي فيه المصلحة العامة، وإن كان هناك، وأنا سوف أؤكد وأعرج في نهاية كلامي، إن كان هناك أي قرارات تم تعديلها بعد تسلمي للمسؤولية فهي قرارات تعدلت وفق بنود وتفنيد سوف أفنده لإخواني، لكن مؤكد بأن نهج الدكتور علي العمير الإصلاحي نهج في القطاع النفطي مستمر، والتنسيق ما بيننا مستمر. شكرا. شكرا. الأخ الدكتور عبد الله طريجي تفضل. شكرا أخ رئيس، والشكر موصول للأخ الدكتور علي العمير والأخ أنس الصالح وزير المالية، وهذا رأيي الشخصي وأحترم رأيهم، وأنا ما زلت مصر عند رأيي. عملية طبعا ثقة صاحب السمو، نحن نقدر صاحب السمو ونقدر ثقته، ولكن أنا ما زلت مصر عند رأيي أن الدكتور علي العمير حاول جاهدا أن يصلح ما يستطيع إصلاحه في وزارة نفط ومؤسسة البترول، لكن الظروف قد لا تكون في جانبه، لكن هذا رأيي وأنا محتفظ به. وشكرا أخ رئيس. صالح، على أي مادة؟ تفضل، على أي مادة؟ 3-8 تعقيب على كلام الوزير أخي الرئيس. دقيقة. طبعاً هو ما عقب على كل ملاحظات اللي أنا قلتها. بالنسبة لتغيير قرارات الوزير السابق وإلغائها أو عدم تطبيقها، أنا أعتقد يجب أن يعيد النظر الوزير فيها، خصوصاً بالنسبة لموضوع بدل الإجازات. واتفقنا وياه ان ماكو شيء اسمه بدل اجازات، وهذا القرار اللي وقعه لبعض القياديين بدل اجازات مخالف حتى للقرارات الاداريه. اي واحد موظف عنده اجازه يجب ان يتمتع فيها. وكذلك في موضوع نهايه الخدمه، المشكله اللي كانت سابقه واللي كنا واصلين الى رؤيه مع الوزير السابق، يجب ان يعتمد هذا الشيء، ويجب أن تحترم القرارات السابقة. تغيير القرارات سواء بالنسبة لنهاية الخدمة أو بدل الإجازة، دقيقة تفضل، في ظل هذه الظروف الاقتصادية وإجراءات التقشف، أعتقد الكل يتفق أنه مرفوض إذا يستمر الوضع السابق. فبالتالي يجب أن يلتزم أن هذه التغييرات على الوزير أن يلتزم فيها. ومثل ما أنه قاعد يتم تغيير بعض القرارات ويتم انتقاص حقوق العاملين، يجب أن كذلك امتيازات بعض القياديين في بعض القضايا يجب أن تقف. لا يجوز الاستمرار فيها مع هذه الظروف ومع هذه الملاحظات الكبيرة الموجودة في الشركات والمؤسسات التابعة لوزير النفط. شكراً أخي الرئيس. شكراً. الأخ خليل صالح، نقطة نظام، تفضل. قاعد نازل، شو السالفه اليوم؟ على اي ماده لو سمحت؟ تقيب على كلام الوزير الاخ الرئيس. تفضل، دقيقه بس. انا اتمنى، احنا تكلمنا الاخ الرئيس بخصوص الاضراب، لان احنا من تقدمنا بهذا الطلب موجود لجدول الاعمال، وعلى الاسف ان ما ادري وين راح، يمكن راح يروح لدور انعقاد اللي طاف، علما بان الحكومه طلبت اسبوعين. على الاقل انا كنت اتمنى ان الاخ الوزير يقول لنا شنو الاجراءات الحكوميه التي اتخذت الى الان. ومن الجانب الآخر، ملاحظاتنا صراحة بخصوص توظيف العمالة الوطنية بالقطاع النفطي، يعني ما سمعنا رد الأخ الوزير. كذلك ملاحظاتنا بخصوص تكليف مكاتب استشارية لتقييم استثماراتنا، وخاصة بعد أكثر من لجنة تحقيق وتقارير واتهامات موجودة حاليا بلجنة حماية المال العام، وكذلك تقارير بلجان خاصة بإحالات النيابة. لم نستمع إلى الأخ رد الوزير، وشكرا الأخ الرئيس. شكرا. تفضل الأخ خليل صالح. الأخ الرئيس، بنتكلم على القطاع النفطي. طبعا هذا الملف لابد نعطي حقه من التعامل معه، لأن هذا يشكل الرافد الأساسي لمدخول الدولة. الاستقرار مطلوب في القطاع النفطي بكافة ما عليه وما له من معطيات.
فهذا القطاع الحساس إذا ما نتعامل معه بحرفنا وبأسلوب واضح وشفاف راح نقع في المصائب مثل ما صار عندنا في الداو كيميكال. فبالتالي هذا القطاع لابد أن يكون له تركيز وتوجيه بأن لابد أن نقف على كل ما له عليه. أنا أتكلم على قضية الإضراب اللي صارت، أنا أقول الإضراب حق طبيعي بأن الإنسان يتكلم بما له بأن مطالبات موجودة وما شابه ذلك، ولكن للأسف أن هناك ناس غير مستحقين يطالبون بحقوق المستحقين، لأن أنا رأي تجربة في هذا العمل. عندما يأتي الشخص الفني وهو صاحب الاستحقاق الحقيقي والأصيل في كل شيء في المميزات والحقوق، يأتي الشخص الإداري يبي يصير مثله، وهذه مشكلة القطاع النفطي بأن الحمل الإداري هو اللي عامل الربكة في هذا الموضوع. يعني الإنسان المهندس المختص بالفيلد قاعد وبالحر والخطورة وما شابه ذلك، المهندس اللي قاعد وراء المكتب يبي نفس المميزات الموجودة، وهذا ما مفترض أن نقف عنه في 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 بتدقيق كامل ونعطي كل ذي حق حقه. أما القضايا الأخرى فما يستحق في القطاع النفطي وما التحقيقات ومشاكل أخرى، أنا أعتقد الآن كل القضايا متجهة للقضاء، والقضاء إن شاء الله سوف يعطي كل ذي حق حقه. أقف على جانب إيجابية أنا لمسته في القطاع النفطي. واحد، الجانب الأول أن نسبة الإنتاج زادت إلى 3 مليون في فترة عصيبة جدا من اللي كنا في القطاع النفطي، وهذا لابد أن نشكر الناس على ما قدموه، لأن هذا يعتبر إنجاز أنك أنت في هذه الظروف وتنجز وتنتج بالكمية هذه من النفط. فأنا أعتقد أن هذا يعتبر إنجاز بالنسبة حق الكويت في فترة عصيبة جدا. الشيء الآخر وهو المهم جدا وهو قضية أن العاملين أو المسؤولين في عملية المؤسسة البترول الوطنية أو شركات البترول الوطنية، أنهم لما فتحوا الباب للتوظيف من خلال الشركات اللي عندها عقود، وهذه مو موجودة في أي شركة من مؤسسات الدولة، عندما تجبر الشركة بأن توظف كويتيين وبنفس المزايا الموجودة للموظف الموجود في الشركة، هذا اعتبرها يعني أسميها نوع من القفزة النوعية، أنهم استطاعوا توظيف كثير من الشباب وأعطاهم فرص موجودة. فهذه من المزايا الموجودة التي لازم نتكلم عليها. فيما يتعلق في الموضوع الثاني في هيئة الشباب، هيئة الشباب في الواقع هيئة إذا شفناها نقف في السابق كانت وزارة الشؤون تأخذ هيئة الشباب والرياضة، وكانت الرياضة مستحوذة على كل شيء وكم جزء من الشباب، ولكن القضايا الأخرى تخص الشباب كانت ضايعة وما لها أهمية. اليوم عندنا هيئة للشباب، وهذه الهيئة للشباب استطاعت أن تستقطب كثير من الشباب المتطوعين للعمل التطوعي في 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 ميادين كثيرة في الدولة. في السابق كنا طبعا في بعض الملاعب الموجودة الرياضية كانت تدفع 20 دينار بالساعة، اليوم بالتعاون مع وزارة الشؤون والتعاونيات والقطاعات الأخرى 2 دينار، والملاعب هذه فوق 100 ملعب أصبح الآن الشباب يمارسون نشاطاتهم بهذا الأمر. هذا مثال بسيط. الأساس إن أي دولة لا تقوم يعني نقول ركيزتها الأساسية الشباب، فإذا حنا لا نهيئ الأجواء الحقيقية لهم ولا هذه الأمور، بالتالي لا نقول حسب نفسنا في هذا الأمر. أنا أعتقد القائمين على هيئة الشباب والخصوص الوكيلة أنها الوقت والجهد الممنوح سوف يأتي بالنتائج الحقيقية الموجودة. هذا ما يخص هيئة الشباب في هذا الخصوص. أنا أعتقد أمام حنا استحقاق حقيقي في هذه المرحلة. أريد وأقول أن القطاع النفطي إذا لا نكون قريبين من عنده ونحقق للاستقرار لا نلوم نفسنا في المستقبل أيا كانت المشاكل، لابد أن نقف وقفة حقيقية أمام هذا الملف، لأن ملف أساس معيشتنا في الكويت. فأرجو من الأخوة أن يكون لنا جدية في هذا الخصوص ولا تكرر هذه القضايا السابقة مثل الداو وغيرها. شكرا أخي الرئيس. شكرا أخي صالح. تفضل الأخ رئيس اللجنة. شكرا الأخ الرئيس. بس نقاط سريعة بالنسبة اللي تفضل فيه الأخ جمال العمر ما يتعلق بالاستثمارات وهيئة الاستثمارات، بل إن قطاع الاستثمار في الدولة بحاجة إلى إعادة نظر.
فعلا احنا يعني بالميزانية قاعد نناقش المليون والعشرة مليون، في حين ان المليارات في القطاع الاستثماري في الدولة ككل بحاجة الى وقفة والى اعادة تقييم وايضا اعادة آلية رقابية حقيقية. هناك اقتراح بقانون ان شاء الله راح يقدم بإنشاء هيئة لتقييم الاستثمارات المليارية في الدولة. هناك بعض المؤسسات المليارية إضافة إلى هيئة الاستثمار، مؤسسة التأمينات، صندوق التنمية، مؤسسة البترول. هذا الآن احنا نعتقد بأن فعلا يعني مو معطينها حقها في التقييم والرقابة المالية. يفترض أن تكون هيئة لتقييم الاستثمارات وليست محطة رقابية أخرى، إنما لا، إعادة نظر في تقييم الاستثمار، وخاصة أن هذه المؤسسات مؤسسات مليارية. بس إحنا الآن قاعد نتدارس هذا الاقتراح ومدى تبعيته للحكومة أو إلى ديوان محاسبة إلى آخره، ولكن فعلا هذه المؤسسات المليارية بحاجة إلى وقفة وإلى إعادة تقييم. القضية الثانية بالنسبة للقطاع النفطي والقطاع المالي، مع احترامنا الكبير للأخ الفاضل وزير المالية وقدراته، لكن القطاع المالي، وزارة المالية وما يتبعها بحاجة إلى وزير مختص مستقل، إضافة إلى أيضا القطاع النفطي بحد ذاته بحاجة إلى قطاع إلى وزير مستقل أيضا، لأن قارتين، قارة وزارة المالية وقارة القطاع النفطي. المؤسسات اللي تتبع وزير المالية لو نعددها الآن ما يمدينا، وكذلك الشركات والمؤسسات اللي تتبع القطاع النفطي. ويكفي أن اليوم إحنا تقريرنا فقط تقرير المؤسسة، مؤسسة البترول 94 صفحة بعد الفلترة، بعد الفلترة 94 صفحة، إضافة إلى المرفقات اللي هي 439 صفحة، المرفقات 439 صفحة ونفس التقرير 94 صفحة. بالتالي إن فعلا يعني يستحق القطاع النفطي أن يكون له وزير مستقل إضافة إلى وزارة المالية وما يتبعها، وهذا لا يقلل أهمية ودور الأخ الفاضل وزير المالية. نقطة أخرى أيضا هذه بحثناها في اللجنة، قضية الشباب والرياضة. فعلا قطاع الشباب كان مظلوم أول، لأن كان من ضمن الرياضة والاهتمام كان أيضا رياضة، وقطاع الشباب كان مظلوم جدا ولا يوجد اهتمام في هذا القطاع. ولكن الآن أيضا أكو جهتين مختلفتين تختصان بقطاع الشباب. هيئة الشباب من ناحية لها ميزانية ولها مجلس إدارة وغيره، وأيضا وزارة الشباب يفترض لا إعادة النظر في هذين القطاعين ودمج هذين القطاعين، لأن فعلا قضية الشباب قضية مهمة، إنما هناك أكو تنازع اختصاصات أيضا بين وزارة الشباب، ميزانية للشباب في وزارة الشباب وميزانية للشباب في هيئة الشباب. يفترض أيضا إعادة النظر في هذا الموضوع، يعني لا أول اللي ظلمه ولا الآن اللي صرايين. شكرا لأخ الرئيس. شكرا الأخ عبدالله معيوف، تفضل. عفوا معالي وزير الإعلام، وزير الشباب والرياضة، تفضل. شكرا أخ الرئيس، وشكر موصول لأخي العزيز رئيس لجنة الميزانيات. يمكن للمرة الثالثة أنا أحاول أوضح جزئية مهمة، واتفقت يمكن مع السيد عدنان بأن كان عندنا تجربة من بعد التحرير إلى الآن في فراغ في العمل الشبابي، وجزاه الله خير هو اتفق معي. الموضوع المهم اليوم قضية الشباب حددت بكويت بمشروع كويت تسمع، بمبادرة ورؤية من سيدي صاحب السمو الأمير حفظ الله ورعاه. هذا المشروع تمخض عنا وثيقة وطنية للشباب، الوثيقة الوطنية للشباب تحدثت عن إنشاء وزارة أو مكتب وزير دولة لشؤون الشباب، ومن ثم صار هناك في مرحلة انتقالية لتأسيس، كانت في ضمن الرؤية اللي وضعت أن يكون هناك هيئة للرياضة وهيئة للشباب، وهذا اللي مجلسكم الموقر صدرها في القانون 97
على 2014 والقانون 100 على 2014. وأكدت للسيد ولأعضاء اللجنة الموقرة بأن هناك طريقين، في طريق استمرار الفراغ الشبابي في المجتمع الكويتي لمدة 5 سنوات حتى نحقق الأسلوب الكلاسيكي في تأسيس المؤسسات والهيئات الحكومية، أو أن ننهج إلى منهج تنفيذ مشاريع عاجلة تحقق وتغطي السد وتسد كثير من الفراغ من الأنشطة الشبابية. وهذا اللي تم من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، اضطررنا لتبني مشاريع تنفيذية من خلال قطاعين رئيسيين، القطاع الأول هو قطاع المشروعات أو المشاريع الشبابية، والقطاع الآخر قطاع التنمية الشبابية. ويمكن من أبرز ما تم تبنيه مشروع مباراتنا، تشغيل 110 ملعب على مستوى الدولة بالتعاون المشكورين وزارة التربية واتحاد الجمعيات. إلى حد اليوم يعني أطمن الأخ سيد عدنان أنه وصلنا 4,200,000 مستفيد من هذا المشروع. رقم 2، المبادرات أكثر من 400 مبادرة شبابية. الرسالة اللي بوصلها وأكد عليها، لأن هذه القضية دائما يثيرها الأخ رئيس لجنة الميزانيات في كل اجتماع، المرحلة الحالية قطاع المشاريع وقطاع التنمية وحتى الخدمات المساندة سوف تنتقل كلها إلى هيئة العامة للشباب باعتبارها قطاعات تنفيذية. سيبقى لدى مدير أو مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، واللي نسعى مستقبلا أن تكون وزارة للشباب، اهتماما بدور الشباب وترجمة لرؤية سيدي صاحب السمو، سيكون لدينا هناك فقط قطاع للتخطيط وقطاع للتنسيق وقطاع للعلاقات الدولية. هذا سيد ما في ضرر أن تكون ميزانية واحدة، يعني ممكن تكون هي ميزانية الهيئة العامة للشباب من ضمنها الجزء الخاص في هذا الجانب، لكن من الضرورات الأساسية إن، وهذا اللي يعني أشكرك أنك أشدت فيه وأخواننا أعضاء المجلس ساهموا فيه، قضية الشباب اليوم هي قضية محورية، علينا أن نجد لهم مساحات، علينا أن ندعمهم. واللي التجربة اللي الآن حققتها وزارة الشباب، وزارة الدولة لشؤون الشباب من خلال الشباب، يعني معدل أعمار اللي عاملين فيها أقل من 30 سنة، 80% من العاملين في وزارة الدولة لشؤون الشباب قدموا مفهوم جديد. ثقافة الشباب أصبحت الاهتمام فيهم في المقام الأول، وبالتالي أكد لك أن إحنا حريصين كل الحرص على التوصيات اللي قدمتها الهيئة اللجنة، لجنة الميزانيات مشكورة، ورح نعمل فيها. ونأكد لك لن يكون هناك ازدواجية، إنما هناك ضرورات في هذه المرحلة أن نسد النقص اللي كان. والجدير بالذكر يعني أخ الرئيس، يجب أن نشير بأن الأمم المتحدة اعتبرت الكويت نموذج العمل الشباب اللي تم خلال 3 سنوات نموذج رائد في منطقتنا. يجب أن يعني نسجل شكر لهم الحقيقة القائمين من الأخت الوكيلة الأخت زين الصباح، وأيضا الجامعة العربية خذت نماذج مهمة من تجربة الشباب أو تجربة الكويتية فيما يتعلق في الشباب. في محصلة الكلام، احنا نشكرك ونشكر الحقيقة المجلس الموقر على موقفه الدائم في دعم الشباب، ونؤكد إن شاء الله دائما أن راح نأخذ كل الملاحظات، ولكن أيضا نتطلع خاصة من مجلس الأمة الموقر وأيضا من مؤسسات الدولة وزارة المالية، إذا أردنا أن يكون لدينا مستقبل آمن علينا أن نهتم في الشباب، وعلينا أن نوفر لهم كل احتياجاتهم وكل امتيازاتهم. اليوم وزارة الدولة شؤون الشباب قاعد يعملون الشباب بأقل امتيازات، ليس لديهم كادر خاص، قاعدين يعملون ليل نهار فقط يتحملون مسؤولية رفع اسم الكويت وتنفيذ رؤية سيدي حضرة صاحب السمو. شكراً للأخ الرئيس. تفضل الأخ عدنان. شكراً للأخ الرئيس وشكراً للأخ الفاضل وزير الإعلام. الحقيقة احنا متفقين، اللي تفضلت فيه كلام متفق عليه، بس في هذه المرحلة وأنت أيضاً تتفق معي في ذلك، أن هناك بعض التخصصات أو المشاريع التنفيذية اللي يفترض أن تكون عند هيئة الشباب. لا نعم، نقر أنها فترة مرحلية، ولكن الآن يعني كثير من الأمور العملية التنفيذية يفترض أن تكون إلى هيئة الشباب في المستقبل.
وشاكرين لك على الاهتمام ايضا بتوصيات اللجنه. شكرا الاخ الرئيس. شكرا. دقيقه تفضل الاخ جمال عمر. شكرا الاخ الرئيس. اقول خوش كلام طيب من الاخ وزير الشباب والرياضه، واقول اذا كل هالاهتمام والشباب كذي يعانون الله يعينهم. الاخ الرئيس انا صراحه اضم صوتي صوت اخ رئيس لجنه الميزانيات والله يعطيه العافيه، كلامه اقتراحه بخصوص ايجاد هيئه مختصه بمراقبه الاستثمارات واقتراح القانون جيد. يعني ليس من المعقول ان يكون لنا هيئه للتدقيق الداخلي وميزانيتنا ما تتعدى 20 مليار ونترك مئات المليارات بالعبث اللي قاعد يصير فيها، ولا يوجد تقييم، ولا يوجد حتى مع الاسف يعني مع اجتهادات الاخوان ديوان المحاسبه، الا ان واضح جدا من ملاحظاتهم وكذلك لجان التحقيق كيفيه اداره هذه الاستثمارات، ولا يوجد دراسه حقيقيه الى الان سواء متواجده عند الاخوان اللي هم قريبين جدا من هذه الميزانيات او حتى الاخوان في ديوان المحاسبه عين القانون. نضم صوتنا لصوتك وان شاء الله نشوف، واحنا من اول الموقعين على. شكرا. الاخ عبد الله معيوف تفضل. شو ميكروفون الاخ الرئيس خليل. راح الوقت لاخ الرئيس. عيد الوقت لو سمحت. طافت دقيقه. عيد مره ثانيه الاخ الرئيس. والله طافت رب الكعبه. زين بالبداية طبعاً أسجل شكري وتقديري الكبير لرئيس لجنة الميزانيات الأخ الفاضل السيد عدنان، وعلى الأخوة الأعضاء والعاملين على هذا المجهود الطيب وعلى هذه الملاحظات الغيمة. أمانة اليوم إحنا قاعدين يعني قاعدين نتوصل إلى حقائق، وقاعدين تعطونا معلومات توفر علينا قراءة آلاف الأوراق. جزاكم الله خير على هذا المجهود، وشيء يقدر لكم. ويعني أؤكد مرة ثانية سيد على أن يعني لا تنسى العاملين معك في هذه اللجنة بمكافآتهم وفي تقديرهم. القضية الاستثمار أنا على قناعة أن اليوم الاستثمار الخارجي لنا ما أصبح مجدي، والقضية الأخرى أن اليوم إحنا قاعدين نبحث عن جعل الكويت منطقة اقتصادية ومنطقة تجارية وغيرها. زين ليش ما نستثمر هالملايين أو المليارات اللي برا اللي إحنا قادرين نحقق فيها أرباح وخسائر ولا خسائر؟ ليش ما ننقل الاستثمارات الخارجية إلى الكويت؟ نوفر فرص عمل، ننعش الاقتصاد الكويتي على الأقل لو جزء من هذا. أنا حسب معلوماتي وما أدري إذا كانت هاي المعلومة صحيحة قديمة، يمكن 360 مليار دينار تستثمر كاستثمارات خارجية. يعني لو حولنا جزء من هذه الاستثمارات الكويت لاستفاد الشعب الكويتي. أيضا أنا أعتقد أن لا زالت هناك مشاكل في تعيين العاملين في الاستثمارات في الخارج. لا زالت العمالة الأجنبية أو العاملين في المكاتب أكثر من الأجانب، مع أن اليوم الكويتيين يبحثون عن فرص عمل وعندهم خبرة وعندهم شهادات وعندهم قدرة على الإبداع وقدرة على إثراء الاستثمار الكويتي بخبرتهم وبدراساتهم، ومع هذا المكاتب متروسة أجانب يشتغلون برواتب عالية يمكن ما يحصلها حتى رئيس الوزراء في هذه الدولة، ويأخذها موظف في هيئة الاستثمار. القضية الأخرى في هيئة الاستثمار، لا زال بعض العاملين في هيئة الاستثمار يستخدم ويستغل وجوده في هذه الهيئات وفي هذه المكاتب لعمل شخصي ولتجارة شخصية والاستفادة شخصية. وهناك كثير من الملاحظات يمكن اللي سجلوها الأخوان في لجنة التحقيقات اللي راحت تحقق، اكتشفوا أن هناك كثير من العاملين قاعدين يستفيدون من وجودهم ويستفيدون من مكانهم في هذا المكان لبيع وشراء والاستفادة الشخصية لهم. فيما يتعلق في هيئة الشباب والرياضة، أمانة خطوة فصل هيئة الشباب عن الرياضة خطوة موفقة، ولكن لا تكفي. أمانة إحنا ما نحتاجه في ظل هذا التطور الفظيع والاهتمام في الشباب وتوصيات حضرة صاحب السمو بإعطاء الشباب أولوية في كل شيء. نحتاج إلى أن تكون هناك وزارة للشباب وليس وزارة دولة
لشؤون الشباب، لأن الشباب هم عماد المستقبل، هم الاستثمار الحقيقي للوطن. أنا يعني أعتب على وزير الشباب، وزير الدولة الشباب والرياضة، أن هذه الميزانية ليست ميزانية أمانة عمل مستقبلي للشباب، هذه ميزانية تصرف على أشياء بسيطة. يعني الشباب اليوم محتاجين إلى أضعاف هذه الميزانية اللي قدمت الأخ الوزير، فأرجو من جماعتك اللي يشتغلون معاك أنهم يردون يعيدون حساباتهم في تقديم مثل هذه الميزانيات، لأن اليوم إحنا نريد أن نحتوي الشباب، نريد أن ندعم الشباب من 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 ما 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 يحول موجود حولنا من مخاطر ومن أزمات. عن بالنسبة للنفط، أنا لازلت أقول إن الشركات النفط ما عندها الرغبة باستقطاب الكويتيين. اليوم قاعد تحاول تدز هالكويتيين دز على شركات ملوت العقود، واللي يروح هناك معظمهم قاعديون عن طريق مكاتب توظيف عمالة وقاعدين يأخذون من الكويتيين، وهذا الكلام حكينا فيه وقلنا له، قاعد يأخذون من الكويتيين في بعض الأحيان نص راتبه. يشرط علي أنا عينك في إحدى الشركات اللي في القطاع النفطي، باخذ عقود في القطاع النفطي وقاعدين يأخذون نص راتبهم. تفضل دقيقتين. فاليوم أمانة أنا مدام القيادات النفطية اليوم موجودة، أنتوا اليوم قاعدين تدققون على هذه المواضيع مع الشركات؟ ما قاعدين تدققون، وفي بعض التعيينات قاعدة تصير أيضاً عن طريقكم بواسطات. يعني اللي ما عنده واسطة لا هو قادر يتعين في الشركات الأصلية، ولا حتى قادر يتعين في الشركات اللي ماخذ عقود منكم. أنا سألت وجاوبوني الإخوان إن هناك كان في عقد في قرار من مجلس الوزراء سابق بأن المناقصات اللي في القطاع النفطي اللي أقل من 5 مليون ما تروح لديوان المحاسبة، وهذه انوضعت أيام وزير ما بيأذكر اسمه للسيطرة على الأموال وعلى المناقصات اللي أقل من هذه. لكن ليش ليه اليوم أنتم مستمرين في مثل هذا الوضع؟ اليوم إذا أنا أبي أطلع لي 50 مليون في مناقصة، أقدر أسوي 10 مناقصات كل مناقصة تقل عن 5 ملايين، ولا أروح ديوان المناقصة ولا أروح مكان، وأقدر أفيد اللي أبي فيده وأقدر أنفع اللي أبي أنفع. وهذا اللي حاصل، وهذا اللي حاصل في القطاع النفطي. قضية الأخرى أيضا الأخ الوزير أرجو أن تنتبه لها، ترى معظم قياداتك النفطية شايفين حالهم ومعظمهم ما يردون، وإحنا أمانة في بعض الأحيان عندنا بعض الاستفسارات، عندنا بعض الملاحظات، عندنا بعض الشكاوي ما يردون. وإذا طلبت موعد والله تحصل موعد من سمو رئيس الوزراء، ما تحصل منهم القيادات، مو أنت الله يجزيك خير، بس هم ما حد قادر عليهم. شكرا اخ عبد الله. شكرا الاخ دكتور خليل عبد الله. او شيء نقطه نظام الاخ الرئيس قبل دوري. دقيقه لو سمحت، تفضل معالي وزير الماليه وزير النفط والانابه. شكرا الاخ الرئيس، وشكر موصول لزميلي الفاضل نائب عبد الله معيوف. وانا متاكد بان مجلس الوزراء اولا والحكومه بشكل عام بكل اجهزتها ترحب بلقاء وتلبية مواعيد الأخوة المواطنون أولاً، والأخوة النواب الأفاضل بكل صدر رحب، حتى وإن كان هناك ضغط عمل قد يتأخر هذا يوم أو يومين، لكن بكل تأكيد على جميع العاملين في جميع قطاعات الدولة بكل تأكيد وبصدر رحب للالتقاء بزملائي النواب وأخواني المواطنون.
تفضل دقيقة عبد الله. ليش؟ زين احنا ما غلطنا، ما قلنا هذا فيه وهذا ما فيه، احنا قاعد نذكر ندلل. اليوم احنا يعني الناس، احنا كنواب اذا بغينا نضرب مثل خلنا نكون واضحين. وانا لما ذكرت الاسم الاخ الوزير قال لي منه، ذكرت. بعدين هذا كام القيادات النفطية اليوم موجودين كلهم، خل واحد فيهم يقول انا جيتهم لمصلحة خاصة، انا جيتهم لعمل تجاري وغيره. ترى احنا قاعدين ونحدد شنو نبي، جايين على هالموضوع، هذا عنده مشكلة نبي نحل مشكلة. قاعدين يعطونك مواعيد والله مثل ما قلت لك، ما حتى ما يردون يا دوب، حتى احنا قاعدين نطلب عن طريق سكرتيرة ترى، وهم ما يردون ولا يعطونك مواعيد. وخلي يروحون يبون نجيب لهم كشف، نجيب لهم كشف، ايش كثر اتصلنا فيهم، ايش كثر طلبنا منهم. شكرا اخ عبد الله. دكتور خليل دورك تفضل. انا شكرا لاخ الرئيس، والشكر موصول لك مرتين الاخ الرئيس على تنازلك بدورك لي، وانا شاكر لك الاخ مبارك الخرينج ابو فيصل، انا شاكر لك الاخ الرئيس. لما نتكلم على الميزانيات، ابي هنا ثلاث ميزانيات ابي اتكلم عنهم، يتحمل مسؤوليه الكلام اللي نقوله الاخ وزير وزير الماليه وزير نفط الوكاله، وايضا يتسع صدر الاخ وزير الاعلام يسمعنا في ما يخص اللي بنقوله. الاخ الرئيس من خلالكم انا اوجه رساله للاخ معالي وزير النفط، التوظيف، واعتقد الاخوان في لجنه الميزانيه ذكرتوا شيء بهذا الخصوص، التوظيف. ايش نبي من النفط احنا كاسر، غير ان النفط كرزق والله حبانا بهذا الرزق حتى نصرف على بلدنا. يفترض هذه الشركات النفطية تخلق فرص عمل حق الشباب الكويتي والأسر الكويتية، والمفروض من يعمل في القطاع النفطي يكون في الطبقة الوسطى من المجتمع. طبعاً الطبقة الوسطى اللي الحكومة ما تدري عنهم، لا الحكومة ما تدري منو الطبقة الوسطى في المجتمع، وأنا واثق من هذا الكلام لأني سألت سؤال برلماني يعني الجواب من الأخت وزير التخطيط والتنمية بأن لا نعلم من هم الطبقة الوسطى في المجتمع الكويتي، شلون قاعد نخطط وشلون نسوي هالأمور وإحنا ما ندري من الطبقة الوسطى في المجتمع. هذا واحد. رقم اثنين، وأحذر من قضية الدروس المستفادة من الإضراب. الموظفين عندهم حقوق، نبي نضمن أن هذه الحقوق تعطى بشكل قانوني سليم، وألا يتكرر هذا الأمر، وألا يذكر سمعنا بأن هناك من يسعى لأن تكون الوظائف التشغيلية ندخل فيها أجانب لأن الأجانب ما راح يضربون. لا هذا الكلام غير مقبول. يفترض نركز على تكويت الوظائف، وبالذات الوظائف التشغيلية. هذا فيما يخص. أكو موضوع آخر طبعا هنا موجود في التقرير، أنا ما أدري إذا لجنة حماية المال العام بالأخ الفاضل رئيسة منتبهين على هذا الأمر. في صفحة 9 من ميزانية المؤسسة، تقرير الأخوان في لجنة الميزانيات، والشكر موصول لكم مرة ثانية في لجنة الميزانيات على التقرير. في صفحة 9، شركة البترول الوطنية الكويتية تم إيقاف عمل أحد المقاولين في مصفات الأحمدي وإسناد مهام هذا العمل لمقاول آخر، لأن المقاول هذا مخنبق مسوي شيء غلط. ورغم أن المقاول الجديد اللي دش في السيستم تعاقد مع الشركة لتنفيذ العقد الموقوف بسعر يزيد 70%، لأن المقاول الأولي مخنبق يا مقاول جديد، بلاش أقول مخنبق يمكن مو زينة، أساء وما قدر يسوي شيء، يا أبو مقاول جديد. المقاول الجديد أخذ على الشركة 70% زيادة، لا أنا مقاول جديد وبكمل شغل خنبقة غيري. يا المقاول الجديد سوى عطى الشغل بالباطن حق المقاول الأولي، وهذول يتفرجون. وأعتقد بعد ما أدري إذا مبطلين حلوجهم، ما أدري يصير ما يصير. لذلك هذه رسالة حق الأخوان في لجنة حماية المال العام، يجب التحقق. والأخ وزير المالية، هكذا سلوك وممارسة ترى هاي المفروض ما تطوف. الآن التقرير على بشكل عام الميزانية أكبر بكثير من هذا الأمر، لكن من متى ما صار هكذا سلوك لا أكو وقفة جادة. هل وقفة جادة صح وتحتاج إلى تحقيق؟ والأخ عبد الله الطريجي في لجنة حماية المال العام نعول عليك في المسألة. وأشكر مرة ثانية لجنة الميزانيات على ذكر هذا الأمر وإيضاح هذا الأمر. الأخ الرئيس فيما يخص الهيئة العامة للاستثمار، الأخ وزير المالية تحياتنا وتقديرنا.
اليوم 50% من ميزانية من استثماراتنا موجودة في دولة، وهذه الدولة توه ما صار لها شهرين كشرت عن أنيابها ومخالبها على أموال الشقيقة المملكة العربية السعودية، أموالها السيادية السيادية، بطلوا الباب على هالأموال. طيب احنا المفروض شو نسوي؟ نطمش؟ احنا ايش كثر عندنا هناك؟ ايش كثر؟ ألا يفترض أموالنا تكون موزعة جغرافياً صح؟ موزعة على القطاعات صح؟ وهذا راح نناقشه مع معاليك الأخ وزير المالية لما نتكلم عن الحالة المالية للدولة، راح نتكلم عن هذا الأمر. ولكن يجب تنويع الاستثمار، يجب أيضاً غير تنويعه وتوزيعه جغرافياً، تنويعه من حيث المجال. الأمر الأخير، أنا بعد ما نتكلم عن هذا الأمر بتكلم عن هيئة الشباب. تفضل دقيقتين. شكراً أخ الرئيس. هيئة الشباب، لما وين ما نروح داخل المجلس، منتديات، ما أعرف إيش، في كل مكان الشباب والشباب والشباب والشباب، دولة الشباب وما أعرف، الكل يتشدق ويرفع شعار، بس باقي نشيل علم ونحط صورة شباب صغار، الشباب والشباب، كل مكان نتحكي عن الشباب. ولما نطالع ميزانية الشباب 5 مليون دينار، فلوس زقاير هذه، أكو شركات تصرف زقاير 5 مليون دينار. الزيارات الشاليهات في الجمعيات التعاونية والأنشطة الاجتماعية مرات توصل 5 مليون دينار. احنا نتكلم عن الشباب في الدولة في البلد، ونتكلم عن أنها الشباب راح نحط الدولة على أكتافهم، يعقل يصير؟ وأنا أدري الأخ الوزير حريص، لكن عندك هيئة انشئت من فترة ووزارة الشباب صارت من مدة، وين اللائحة التنفيذية؟ في لائحة تنفيذية؟ في التقرير يقول ما في لائحة تنفيذية، وين هاللائحة التنفيذية؟ الحين هذا كله صوب. الشباب لو تلبسهم أي شيء وتحط شعار ريد بول، هذا مو خوش مشروب، ها مو خوش شيء، لكن نحط شعار ريد بول بأي شركة، أي شركة، أي شيء، أي شيء، أنا متأكد إيراداتي لو ألبسهم فنايل أو أحط ميداليات بيدهم عليها شعار، ميداليات عليها شعار بيدهم، إيراداتي راح تكون أكثر من 1000 دينار، 1000 دينار إيرادات. والله أحط ميدالية، مو ميدالية، صورة على التليفون أطلع أكثر من 1000 دينار بالسنة، والله العظيم شو السالفة، شو الموضوع؟ لذلك لما نتكلم عن الشباب ميزان. شكرا 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 خليل. تفضل أخ، تفضل تفضل. ما حد أعطاني وين من الحكومة. تفضل مقرر اللجنة. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس، بالنسبة للتوظيف الآن الوظائف المشغولة في القطاع في إجمالي المؤسسة 19,968 وظيفة مشغولين. الوظائف الشاغرة موجودة، ترى موجودة وبالعكس متاحة، 3,953 وظيفة. نعم، هذا حسب تقاريرهم الآن. حتى هذه الميزانية إجمالي الوظائف الشاغرة في المؤسسة 3,953 وظيفة. كويتيين؟ إيه كويتيين، نعم نعم كويتيين. هذه معناتها ان في فعلا وظائف، بس احنا نامل يعني ان شاء الله ان بالقطاع النفطي في لغط على قضيه التوظيف، فنامل في قضيه الشفافيه والعداله. يقال والله اعلم ان اللي يتوظفون دائما ربعهم موجودين في المؤسسه، يعني اهاليتهم وهذا من الموجودين في المؤسسه، فنامل ان يكون هذا الكلام غير صحيح وتكون نوع من الشفافيه في التوظيف. لكن الحقيقة أيضاً أنا يعني كشيء إيجابي للمؤسسة، المؤسسة الآن بادرت في قضية مهمة جداً، يا ريت إن حتى المؤسسات الأخرى تقوم فيها، بربط
مكافآت القياديين بمدى جديتهم في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة. هذا شيء يعني يسجل لصالحهم، إن فعلا وجود القيادي لما ياخذ مكافأة بمدى جديته في تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة. وأيضا خلال الفترة الماضية 70% أو 71% بالضبط من ملاحظات ديوان المحاسبة تم اتخاذ إجراء بخصوصها ولمعالجتها. شكرا لأخ الرئيس. شكرا. لا لا مو نقطة نظام، رد. هو كنت أنت تتكلم؟ تفضل دكتور خليل. لأن رد عليك. شكرا لأخ الرئيس، جزاك الله خير. وشكر موصول للأخ رئيس اللجنة النائب الفاضل سيد عدنان عبد الصمد. الأخ وزير المالية، قضية التعيينات وقضية التوظيف، والأخ وزير الشباب، اليوم ثلاث جزء كبير من شبابنا ينتظر دور عمل، ينتظر وظائف. والكلام اللي قاله الأخ رئيس اللجنة 3000 وظيفة، الآن مسؤولية من يتابعها؟ مسؤولية أيضاً وزير الشباب أن أكو إدارة عندك تتابع هذا الأمر، لأن مجلس الخدمة المدنية والأخ وزير المالية أكو مثال بسيط، هناك بالعشرات من شبابنا اللي تخصصاتهم هندسة صناعية 70 واحد ينطرون دور في الخدمة المدنية، من مسؤول عن إيجاد فرص العمل لهم؟ ديوان الخدمة المدنية عمك أصمخ، يطمشون ما يقدرون يوفرون الفرص أو يدشون في المجالات ويوفرون الفرص. مسؤولية وزارة الشباب تتابع هذا الأمر، مسؤولية مجلس. شكرا شكرا شكرا. الكلمة الآن للأخ فيصل كندري. حمدان العازمي، حمدان العازمي موجود؟ غير موجود. تفضل أخ فيصل كندري. شكرا أخي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. أول أخي الرئيس، أنا والله ما أدري معايير لجنة الميزانيات في الموافقة على الميزانيات أو عدم الموافقة عليه. إذا إحنا اليوم قاعد نناقش ميزانيات هيئة العامة للاستثمار والمؤسسة فيها تجاوزات بعشرات الملايين، لا مئات الملايين، وتمت الموافقة عليها من اللجنة. بعض الملاحظات وردت في بعض الميزانيات السابقة مأخوذة أساساً، خلينا نقول مثلاً يعني اللي هي التوظيف في هيئة الاتصالات بنسب القبول، بالنسبة للمقابلات، بالنسبة للاختبارات، مأخوذة من المؤسسة اليوم مو موجودة في تقرير المؤسسة. هذا بس ملاحظة بسيطة على الإخوان مشكورين في لجنة الميزانيات. أخي الرئيس، يعني الآن نفس الملاحظات متكررة في تقرير ديوان المحاسبة. أنا معاي تقرير الإخوان في اللجنة، لكن جبت أيضاً تقرير ديوان المحاسبة. نفس الملاحظات سنوياً قاعد تعاد وتتكرر في تقرير ديوان المحاسبة. بتكلم عن أول شيء موضوع العقدين، شركة برقان. الإخوان في شركة نفط الكويت قالوا إحنا عدلنا على العقد، وإن ما يجوز تأخذ أكثر من 10% من المطالبات. هذا غير صحيح أخي الرئيس. إذا بنرجع حق أحكام التمييز اللي صدرت في القضاء بالنسبة لعقود النفطية، هذا واحد. اثنين، هل فعلا ريت كان اللجنة سألت الإخوان في شركة نفط الكويت، لما أنت تخصص لجنة خاصة للمطالبات لشركة برقان، هل أنت فعلا خصصت حق كل مطالبة لجنة خاصة وما تجتمع ولا اجتماع وتطيح 15 مليون وتخسرني أكثر من 2 مليار عدم إنتاج نفط؟ كنت أتمنى فعلا تكون هذا موجود في التقرير، نفس التقرير نفس الإجابة سنوية من الإخوان في شركة نفط الكويت موجودة منذ 5 سنوات في تقرير ديوان المحاسبة ولم يتخذ أي إجراء. تفضل فيه أخوي الدكتور خليل بالنسبة للعقد المقاول. مقاول يطلع يجي مقاول ثاني يأخذ بفرق 70% يعطي بالباطل المقاول الأول. هل هذا الأخ معالي وزير النفط لو سمحت الوكالة شديد دار القطاع النفطي شديد تلعبون بأموال الشعب بهالطريقة؟ القيادات قاعدة تتلاعب. لما صار الإضراب وقاعد نخسر يوميا أكثر من 40 مليون دينار، منو تحاسبتوا؟ تحاسبون العمال؟ مالكم حق تحاسبون العمال؟ مطالباتهم وفق أحكام
صادرة باسم صاحب السمو، اتفاقيات مبرمة، ثلاثة منصوص عليها في اللوائح الإدارية. ما لكم حق تتجاوزون على مطالبات العمال. حاسبته والمتسبب في الإضراب في الخسائر، ترى الخسائر مو إنتاج، مو فقط إنتاج، إعادة تشغيل المنشآت النفطية. عطني كم تكلفتك، خل الإخوان في القيادة النفطية يعطونك تكلفة إعادة تشغيل المنشآت النفطية. حاسبته واحد؟ ما حاسبته واحد. أوامر تغييرية قاعد تحصل للأسف، وموجود في تقرير ديوان المحاسبة، خلال أسبوع، خلال أسبوع فقط أخي الرئيس 23 مليون أمر تغييري و54 مليون أمر تغييري. زين عيش قيمة المناقصة كم هذه؟ هل قاعد حاسبونهم ولا هادينهم على كيفهم القيادات النفطية؟ لما نقول لهم بروحهم دولة، فعلا هذه تتضح من تقرير ديوان المحاسبة أنهم حكومة بروحهم، وعندنا حكومة سمو الرئيس بروح، ما في محاسبة. مشكور سويت لجنة تحقيق، لكن نبي فعلا اليوم تقوم تقول حق الشعب الكويتي ان فلان الفلان او الشركة الفلانية او العقد الفلاني تم تحويل النيابة، تم سحبه، تم اتخاذ اجراء مع القيادي الفلاني. لا تذكر اسماء، بس زود مجلس الأمة بهذا التقرير. لكن كذي نترك الموضوع هدر، ولا في احد يحاسب هالقياديين على هدر اموال الدولة. هذا امر غير مقبول اخي الرئيس، ولا اعتقد اخوان الزملاء هني اليوم يتقبلون هذا الامر من قاعد يحسب القطاع النفطي. لا محاسبه، مخالفات بعشرات الملايين في تقرير ديوان المحاسبه متكرره لسنوات، ما في محاسبه. هل يعقل اخي الرئيس ان احنا نترك هذا الملف مثل ما هو، كل سنه يتخم زياده تقرير ديوان المحاسبه، وما في محاسبه على القياديين النفطيين، وللحين بعضهم موجود ويتعنتر على عمال النفط الكويت، على العمال قطاع النفط ياسف. فأتمنى إجابة من معالي الوزير الحين. شكرا أخ فيصل. الأخ فيصل آخر المتحدثين. الآن الأخ المقرر، معاي الأخ المقرر، هل يوافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي؟ ترد؟ تفضل أخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. أحتاج نصاب، لحظة الأخ الوزير، أحتاج نصاب الأخوة اللي بالاستراحة، أحتاج نصاب للتصويت. تفضل. تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. أخ رئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ الفاضل النائب عدنان عبد الصمد وزملائه أعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي والفريق الفني وجميع المستشارين العاملين باللجنة على جهودهم وتوصياتهم، وبكل تأكيد يعني نأخذها على محمل الجد، وأؤكد شخصيا بأننا نستفيد مؤكد من مناقشة هذه الملاحظات والتوصيات بكل تأكيد. ولا يفوتني في هذه المناسبة كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل كذلك للأخوة الرئيس وجميع العاملين في ديوان المحاسبة على ملاحظاتهم القيمة والمهمة، التي ليس بالضرورة أن نتفق مع جميعها، وإنما بكل تأكيد هي من خلال قراءتها نراجع إجراءاتنا كحكومة بجميع أجهزتنا، ونصوب ما قد خطأنا فيه، ونرفع كفاءة أي قرار جديد من خلال هذه الملاحظات، وبنفس الوقت أن نبتعد عن تكرار الملاحظات التي نعتقد بأنها فعلا ملاحظة من الإمكان عدم تكرارها باعتبارها لا تتعلق بفعالية ونظام العمل. الأخ الرئيس، بعد اجتماع مثل هذا في العام المنصرم، عندما انتهينا من إقرار الميزانيات جميعها، وتعهدت الحكومة ببعض أجهزتها، وأنا شخصياً كانت تتبعني بعض الأجهزة منها الهيئة العامة للاستثمار، حرصت شخصياً وفي ديوان
في أن أجتمع مع القياديين في ديوان المحاسبة، وكان الاجتماع أخذ 7 ساعات لمراجعة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة ملاحظة ملاحظة. حضرت الاجتماع كاملة والأخوة ديوان المحاسبة مشكورين. كان آخر يوم في رمضان السابق، وراجعنا جميع ملاحظات وحاولنا، وتم تصويب كثير من الملاحظات، وتم في نفس الوقت مناقشة وإقناع الديوان في بعض الملاحظات، وهناك ملاحظات ظلت محل خلاف من وجهة نظر الحكومة ومن وجهة نظر ديوان المحاسبة. رفعنا في هذه الملاحظات، وهذا المهم الإخوان النواب يعني ينتبهون إلى هذا الجانب، هذه الملاحظات المتبقية رفعت الهيئة العامة للاستثمار كتاب إلى مجلس الوزراء وفقا للمادة 33 من ديوان المحاسبة للاحتكام إلى مجلس الوزراء في الفصل في هذا الخلاف. كذلك، وهذا يمكن النائب الفاضل الأخ جمال العمر تساءل في أكثر من مرة، بأن هناك هل تم تكليف مكتب لمراجعة فعالية الهيئة العامة للاستثمار؟ أردت أن أؤكد بأن الهيئة العامة للاستثمار كلفت جهتين متخصصتين، جهة لمراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة وكفاءة ردود الهيئة على هذه الملاحظات. وتبين من هذا التقرير بأن هناك بعض الملاحظات اتفقت الجهة مع الهيئة العامة للاستثمار فيها، وهناك ملاحظات لابد التأكيد على اتفقت الجهة مع ديوان محاسبة جرى تصويبها والجاري لاستكمال باقيها. وفي نفس الوقت المكتب الآخر أو الجهة الاستشارية الأخرى التي تم تكليفها لمراجعة الضوابط وحوكمة وفعالية حوكمة إجراءات اتخاذ القرار في الهيئة العامة للاستثمار، انتهى التقرير إلى دراسة عميقة وعرضها على مجلس إدارة، وتم مجلس إدارة حاطت مجلس إدارة وأصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتفعيل التوصيات الواردة للمحافظة على كفاءة حوكمة الهيئة العامة للاستثمار ورفع الكفاءة. كذلك فيما يثار في قضية الاهتمام في القطاع في نشاط التدريب في القطاع النفطي، مهم الأخ الرئيس الإشارة إلى أن المجلس الخدمة المدنية من واقع مراجعته لإجراءات الترشيد أوقف إجراءات التدريب كلها وأعاد ضوابط هذه الإجراءات وأصدرها مرة أخرى بضوابط محكمة تراعي أجود مراكز، أن يكون الابتعاث إلى أجود مراكز التدريب والتي لا تكون مبنية على أسس تجارية وإنما على أسس علمية ومهنية. وصدر مجلس الخدمة المدنية هذا القرار والآن جاري تعميمه على كل الجهات لتفعيل هذه الضوابط، وبالتالي استئناف الدورات التدريبية وفق الضوابط الجديدة. فيما يتعلق الحقيقة في بعض الاستفسارات التي دارت حول الإضراب في القطاع النفطي، الأخ الرئيس، القطاع النفطي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في أخذ إجراءات للترشيد اقترح عدة مبادرات من باب الاقتراح، وحتى يكون هناك تنسيق ما بين العاملين وممثلين العاملين كنقابات وبين المؤسسة، دعوت شخصياً بصفتي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة ووزيراً للنفط الأخوة الأفاضل أعضاء النقابات، وعرضت المبادرات. لم نطبق هذه المبادرات، وعرضت هذه المبادرات أن هذه مبادرات مقترحة من قبل المؤسسة لتفعيل إجراءات الترشيد، أرجو منكم دراستها والاطلاع عليها والإفادة ما وجهة نظركم. كان لبعض الردود بأنها البعض مخالف منها قانونيا، رحبنا بهذه الملاحظة قلنا بس يرجع تسنيدها، إلا أن للأسف فوجئنا قبل الاجتماع والبدء بالاجتماعات مع الأخوة النقابات حتى نتباحث ونتناقش حول هذا الأمر حصل الإضراب، لكن لله الحمد لم يطول والأخوة الأفاضل أخذوا قرار جريء وراعوا المصلحة العامة بالعودة إلى العمل، والآن المفاوضات مستمرة في المبادرات هذه. فلم يعني هذه المبادرات لم تطبق وبالتالي خالفنا القانون، إنما كانت مقترح لتطبيق هذه المبادرات
وصدر بيان رسمي من وزير النفط قبل الإضراب بالتأكيد لن يتم تفعيل أي إجراءات إلا بعد الجلوس مع النقابات ودعوتهم للجلوس ولا داعي للإضراب، لكن للأسف ما حصل هذا الشيء. إحنا عيال اليوم لله الحمد إحنا وإخواننا العاملين في القطاع النفطي، نؤكد مرة أخرى لن تمس حقوقهم العاملين بالقطاع النفطي، إخواننا وأبنائنا ندافع عنهم قبل الآخرين، إنما هي مبادرات وفق الدولة أخذتها إجراءات الدولة للظروف تراجع إيرادات ومثل الأجهزة الأخرى. فيما يتعلق أثير في بعض الأخوة النواب قضية تبعية إدارة التدقيق الداخلي وأنها غيرت واتجهت من أنها تكون إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة وهو وزير النفط، وعادت إلى أن تكون تبعيتها للرئيس التنفيذي للقطاع النفطي، وأن هذا يخالف، ووردت هذه إحدى الملاحظات في ديوان المحاسبة. أود التأكيد فقط بأن التبعية الفنية وتبعية التقارير والقرارات الفنية كاملة مطلقا تتبع الأخوة رئيس وأعضاء لجنة التدقيق الداخلي اللي هم ليس عاملين في القطاع النفطي، وأنهم لجنة التدقيق الداخلي هم منبثقة عن أعضاء مجلس إدارة، وأكرر هم أشخاص غير عاملين في القطاع النفطي، وفقط التبعية الإدارية هي من تتبع الرئيس التنفيذي وهي الإجازات وخلافه، وهذا يتسق مع قانون إنشاء المؤسسة باعتبار أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة لا صفة تنفيذية لديه. فمن هذا الباب وبعد الرأي قانوني أخذ هذا القرار. مهم الإشارة إلى أن هذا القرار وتفنيده ردينا عليه على ديوان المحاسبة، لم نستمع إلى الآن على رد ديوان المحاسبة في هذا الجانب، وسنتعاون مع الديوان بشكل نهائي عندما يفيد فيما. فيما يتعلق واضح أخ رئيس ملاحظات وايدة قالت، وهذه قطاعين أرجو اتساع صدركم يحتاج نأخذ الوقت. فيما يتعلق في ملاحظات الجهات الرقابية وعددها وأنها زادت في القطاع النفطي وقلت في أو كذلك ظلت كثيرة في هيئة العامة للاستثمار، أنا أعتقد الملاحظات من وعددها هو ليس المعيار الأساسي اللي على أساسه الأخوة لجنة الميزانيات ترفض وتقبل الميزانية، باعتبار أن هناك مؤسسات أكثر بكثير ملاحظاتها تجاوزت الأرقام ما راح أقصرها بالأرقام بعدد كثير جدا، إلا أن المهم هذه الملاحظات يتم تقنينها ومراجعتها. بقى أخيرا ما أثير حول وهذه كانت من ضمن الملاحظات الأبرز الواردة في الهيئة العامة للاستثمار من قبل إخواني أعضاء اللجنة، وهي قضية بروجكس. مهم الأخ الرئيس أن أشير بأن ما ورد على موضوع بروجكس ورد في تقرير المبالغ المستثمرة وليس في تقرير ديوان بخصوص الهيئة وأدائها. هذا معناته بأن هذا الخطأ تم بإحدى الشركات التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار، وديوان المحاسبة مشكوراً طلب مني رسمياً بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد من ملاحظات، وهذه لجنة التحقيق شكلت ورفعت تقريرها وتم الرد على ديوان المحاسبة في هذا الجانب. يمكن مهم أن نشير بأن حتى أن الاستثمار رغم صغره وهو 100,000 إلا أن تقريباً أرباحها كانت مجزية 10 أضعاف ونمو كبير في حقوق المساهمين إلى 19 ضعف. حتى الفترة اللي أشاروا لها بعض النواب بأن فترة كانت فترة نقل الملكية، حتى هذه الفترة فترة تم تحصيل أرباح المساهمة بالكامل.
كذلك أود التأكيد بأن هذه الشركة المجموعة الاستثمارية في الجمعية العمومية عندما أخذ قرار الدمج اعترضت على جميع الإجراءات، إلا أن للأسف طبعاً مو للأسف القرار واضح أنه كان فيه عائد كبير، لكن 70% من المساهمين وافقوا على هذا القرار. أخيراً ما تفضل في أخوي الفاضل رئيس اللجنة بأن يسمع بأن تعيينات في القطاع النفطي هي للأقارب، يعني أنا أكد له أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هناك إجراءات تعيين تتم إجراءات واضحة ومهنية وشفافة، وإن شاء الله هذه الإجراءات دائما تحت مراجعة وبحث من إخواني ديوان المحاسبة ولجنة التدقيق الداخلي. أتمنى الأخ الرئيس أن أكون أخذت كل رديت على أغلب الملاحظات الواردة، وعلى استعداد للرد على أي سؤال آخر. شكرا الأخ الرئيس. شكرا. لا 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 أخوي يا جماعة، لا لا يفتح النقاش، الكل برد، هو رد على الكل. لا لا مو 4-5 لا سوى سوى سوى. ما ما ماشي بوجهتنا. هل يوافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار الواردين في التقرير رقم 27 عن السنوات المالية الواردة بهما من حيث المبدأ؟ موافقة؟ ليتفضل المقرر بتلاوة تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات كما وردت في المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016-2017. المصروف، أولاً المصروفات، تقدر المصروفات الإجمالية بمبلغ 60,255,000 دينار فقط لا غير، موزعة حسب الأبواب على النحو الآتي: توجيه 2 المصروفات الجارية، الباب الأول تعويضات العاملين، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 22,234,000 دينار فقط لا غير. الباب الثاني السلع والخدمات، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 10,400,000 دينار فقط لا غير. الباب السادس المنح، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 1,260,000 دينار فقط لا غير. الباب السابع المنافع الاجتماعية، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 149,000 دينار فقط لا غير. الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 1,492,000 دينار فقط لا غير. توجيه 3 النفقات الرأسمالية، الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 22,719,019 فقط لا غير. ثانياً الإيرادات، تقدر الإيرادات الإجمالية بمبلغ 120,000 دينار فقط لا غير. ثالثاً زيارة المصروفات على الإيرادات التمويل، تقدر زيارة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 60,135,000 دينار فقط لا غير، وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الحسابات العامة وزارة المالية للسنة المالية 2016-2017. شكراً الأخ الرئيس. شكراً الأخ الرئيس. شكراً. هل يوافق المجلس على تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات؟ موافقة؟ يتفضل المقرر بتلاوة المواد. بسم الله الرحمن الرحيم. قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016-2017. مادة أولى، تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ وقدر 60,155,000 دينار لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون. موافقة؟ مادة ثانية، تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ وقدر 120,000 دينار فقط لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون. موافقة؟ مادة ثالثة، تقدر زيارة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدر 60,135,000 دينار لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول تابع 2 المرفق بهذا القانون، وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2016-2017. موافقة؟ مادة رابعة، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2016. موافقة؟
هل يوافق المجلس على أن يكون التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار الواردين في التقرير رقم 27 عن السنوات المالية الواردة بهما بتصويت واحد؟ موافقة؟ يجرى التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار الواردين في التقرير رقم 27 عن السنوات المالية الواردة بهما. تفضل الأمين العام. أحمد خالد الجسار موافق. أحمد سليمان القطيبي موافق. دكتور أحمد مطيع العازمي موافق. أنس خالد الصالح موافق. دكتور بدر حمد العيسى موافق. جمال حسين العمر غير موافق. حمدان سالم العازمي غير موافق. حمود محمد الحمدان غير موجود. خالد الجراح الصباح موافق. خلف دميثير العنزي موافق. خليل إبراهيم الصالح موافق. دكتور خليل عبد الله علي موافق. راكان يوسف النصف غير موجود. سعد علي الرشيدي موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. سعود نشمي الحريجي غير موجود. سلطان جدعان الشمري غير موافق. سلمان صباح الصباح موافق. سيف مطلق العازمي غير موجود. صالح أحمد عاشور غير موافق. صباح خالد الصباح موافق. طلال سعد الجلال غير موافق. عادل مساعد الجار الله موافق. عبد الله إبراهيم التميمي موافق. دكتور عبد الله محمد الطريجي غير موافق. عبد الله مرزوق العدواني موافق. عبد الله يوسف المعيوف موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عسكر عويد العنزي موافق. دكتور علي سعد العبيدي موافق. الدكتور علي صالح العمير موافق. علي عبد الله الخميس غير موجود. فارس سعد العتيبي موافق. فيصل سعود دويسان غير موجود. فيصل فهد الشايع موافق. فيصل محمد الكندري موافق. كامل محمود العوضي غير موجود. ماجد موسى المطيري موافق. ماضي محمد الهاجري غير موافق. مبارك سالم الحريص غير موجود. محمد خالد الصباح غير موجود. محمد عبد الله الصباح موافق. محمد مروي الهدية غير موافق. محمد ناصر الجبري غير موافق. دكتور محمد هادي الحويلة موافق. هند صبيح الصبيح موافقة. ياسر حسن أبول موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع غير موجود. دكتور يوسف سيد زلزلة موافق. دكتور يوسف محمد العلي موافق. مبارك بنية الخرينج موافق. سيف مطلق العازمي موافق. خليل إبراهيم الصالح غير موافق. عدل تصويته. مرزوق علي الغانم موافق. الحضور 43 موافق 33 غير موافق 10. إذن موافقة على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار الواردين في التقرير 27 عن السنوات المالية الواردة بهما. هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة بالتقرير؟ موافقة؟
يحال المشروعان والتوصيات إلى الحكومة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب الوارد في التقرير رقم 32 عن السنة المالية الواردة به من حيث المبدأ؟ موافقة؟ ليتفضل المقرر بتلاوة تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات كما وردت في المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2016-2017. أولاً، المصروفات: تقدر المصروفات الإجمالية بمبلغ 5,145,000 دينار فقط لا غير، موزعة حسب الأبواب على النحو الآتي: توجيه 2، المصروفات الجارية، الباب الأول تعويضات العاملين، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 432,000 دينار فقط لا غير، الباب الثاني السلع والخدمات، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 224,000 دينار فقط لا غير، الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 1,030,000 دينار فقط لا غير، توجيه 3، النفقات الرأسمالية، الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 3,459,000 دينار فقط لا غير، ثانياً الإيرادات، تقدر الإيرادات الإجمالية بمبلغ 1,000 دينار فقط لا غير، ثالثاً زيادة المصروفات على الإيرادات التمويل، تقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 5,144,000 دينار فقط لا غير، وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الحسابات العامة وزارة المالية للسنة المالية 2016-2017. هل يوافق المجلس على تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات؟ موافقة؟ ليتفضل المقرر بتلاوة المواد. بسم الله الرحمن الرحيم. قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2016-2017. مادة أولى: تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ 5,145,000 دينار فقط لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون. موافقة؟ مادة ثانية: تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ 1,000 دينار فقط لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون. موافقة؟ مادة ثالثة: تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 5,144,000 دينار فقط لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول تابع 2 المرفق بهذا القانون، وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2016-2017. موافقة؟ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2016. موافقة؟ هل يوافق المجلس على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية الوارد في التقرير رقم 35 عن السنة المالية الواردة بها من حيث المبدأ؟ موافقة؟ ليتفضل المقرر بتلاوة تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات كما وردت في المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016-2017. أولاً، المصروفات: تقدر المصروفات الإجمالية بمبلغ 1,572,000 دينار فقط لا غير، موزعة حسب الأبواب على النحو التالي: توجيه 2، المصروفات الجارية، الباب الأول تعويضات العاملين، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 1,824,000 دينار فقط لا غير، الباب الثاني السلع والخدمات، تقدم مصروفات هذا الباب بمبلغ 485,000 دينار فقط لا غير، الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 20,000 دينار فقط لا غير، توجيه 3، النفقات الرأسمالية، الباب الثاني شراء الأصول غير المتداولة، تقدر مصروفات هذا الباب بمبلغ 243,000 دينار فقط لا غير، ثانياً الإيرادات، تقدر الإيرادات الإجمالية بمبلغ 2,000 دينار فقط لا غير، ثالثاً زيادة المصروفات على الإيرادات التمويل، تقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بمبلغ 1,570,000 دينار فقط لا غير، وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الحسابات العامة وزارة المالية للسنة المالية 2016-2017. شكراً الأخ الرئيس. موافقة؟
هل يوافق المجلس على تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات؟ موافقة؟ يتفضل المقرر بتلاوة المواد. بسم الله الرحمن الرحيم. قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016-2017، مادة أولى: تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ 1,572,000 دينار فقط لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون. موافقة؟ مادة ثانية: تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ 2000 دينار فقط لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون. موافقة؟ مادة ثالثة: تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 1,570,000 دينار فقط لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول تابع 2 المرفق بهذا القانون، وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2016-2017. موافقة؟ مادة رابعة مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2016. موافقة؟ الآن آخر ميزانية: هل يوافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي ومشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية الواردين في التقرير رقم 37 عن السنوات المالية الواردة بهما من حيث المبدأ؟ موافقة؟ ليتفضل المقرر بتلاوة تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات كما وردت في المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016-2017. أولاً، الإيرادات: تقدر الإيرادات بمبلغ 9,737,384,000 دينار فقط لا غير. ثانياً، المصروفات: قدرت المصروفات بمبلغ 9,500,212,000 دينار فقط لا غير، موزعة على النحو التالي: التكاليف المباشرة المتغيرة، قدرت التكاليف المباشرة المتغيرة بمبلغ 8,282,107,000 دينار فقط لا غير. مصروفات التشغيل: قدرت مصروفات التشغيل بمبلغ 1,857,092,000 دينار فقط لا غير. المخصصات: قدرت المخصصات بمبلغ 100,000,000 دينار فقط لا غير. صافي الربح أو الخسارة: قدر صافي الربح بمبلغ 236,172,000 دينار فقط لا غير، وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1980. هل يوافق المجلس على تقديرات أبواب المصروفات والإيرادات؟ موافقة؟ ليتفضل المقرر بتلاوة المواد. ايش قلت؟ عفوا الاخ الرئيس، توضيح: من اخر فقره: من المرسوم بالقانون رقم 6 وليس 16، من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنه 1980. تصحيح. شكرا. موافقه؟ تفضل. بسم الله الرحمن. المواد: بسم الله الرحمن الرحيم. قانون ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016-2017. مادة أولى: تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ فقط 9,737,384,000 دينار فقط، بمبلغ فقط 9,737,384,000 دينار كويتي لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون. موافقة؟ مادة ثانية: تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ فقط 9,501,212,000 دينار كويتي فقط لا غير،
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات بين قوسين التكاليف المتغيرة بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات. موافقة. مادة ثالثة، تقدر الأرباح الصافية للسنة المالية 2016-2017 بمبلغ فقط 236 مليون و172 ألف دينار كويتي فقط لا غير، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980. موافقة. مادة رابعة، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2016. موافقة. خلصنا المواد ها سيد؟ خلصنا المواد. الآن هل يوافق المجلس على أن يكون التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي ومشروعات القوانين بربط الميزانيات للجهات الواردة بالتقارير أرقام 32 و35 و37 وللسنوات المالية الواردة بها بتصويت واحد؟ موافقة؟ يجرى التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي ومشروعات القوانين بربط الميزانيات للجهات الواردة بالتقارير 32 و35 و37 وللسنوات المالية الواردة بها. تفضل أمين العام. أحمد خالد الجسار موافق. أحمد سليمان القضيبي موافق. دكتور أحمد مطيع العازمي موافق. أنس خالد الصالح موافق. دكتور بدر حمد العيسى موافق. جمال حسين العمر موافق. حمدان سالم العازمي موافق. حمود محمد الحمدان موافق. خالد الجراح الصباح ثلاثة. خالد الجراح الصباح موافق. خلف دميثير العنزي موافق. خليل إبراهيم الصالح موافق. دكتور خليل عبد الله علي موافق. راكان يوسف النصف غير موجود. سعد علي الرشيد راكان يوسف النصف موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. سعود نشمي الحريجي غير موجود. سلطان جدعان الشمري موافق. سلمان صباح الصباح موافق. سيف مطلق العازمي موافق. صالح أحمد عاشور غير موافق. صباح خالد الصباح موافق. طلال سعد الجلال موافق. عادل مساعد الجار الله موافق. عبد الله إبراهيم التميمي موافق. عبد الله مرزوق العدواني. دكتور عبد الله محمد الطريجي موافق. عبد الله مرزوق العدواني وينه موافق. عبد الله يوسف المعيوف موافق. عدنان سيد عبد الصمد موافق. عسكر عويد العنزي موافق. دكتور علي سعد العبيدي موافق. دكتور علي صالح العمير موافق. علي عبد الله الخميس غير موجود. فارس سعد العتيبي موافق. فيصل سعود دويسان غير موجود. فيصل فهد الشايع موافق. فيصل محمد الكندري فيصل محمد الكندري غير موافق. كامل محمود العوضي موافق. ماجد موسى المطيري موافق. ماضي محمد الهاجري موافق. مبارك سالم الحريص غير موجود. محمد خالد الصباح غير موجود. محمد عبد الله الصباح موافق. محمد مروي الهدية موافق. محمد ناصر الجبري موافق. دكتور محمد هادي الحويلة موافق. هند صبيح الصبيح موافقة. ياسر حسن أبول موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع غير موجود. دكتور يوسف سيد الزلزلة موافق. دكتور يوسف محمد العلي موافق. مبارك بنية الخرينج موافق.
مرزوق علي الغانم، موافق. الحضور 46، موافق 44، غير موافق 2. إذن موافقة ويحال مشروع القانون إلى الحكومة. هل يوافق المجلس على التوصيات الواردة بالتقرير؟ موافقة. إذن تحال مشروعات القوانين والتوصيات إلى الحكومة بعد الموافقة عليها. لا خلاص ترفع الجلسة إلى الساعة 11 من صباح يوم الغد، لأن يعني رجاء عدم تأخير، لأن جدول الأعمال طويل جدا. بكرة الحالة المالية وديوان المحاسبة، وفي أكثر من 4 قوانين بالإضافة إلى الرسائل الواردة والأسئلة. باشر خلاص قاعدين، إذا تأخرتوا فطوركم إن شاء الله في الغاية. ترفع الجلسة.